السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة من برنامج الملعب، التحية لكم مشاهدي السعودية الرياضية الأولى. اليوم ركض متواصل خلف كافة المستجدات الرياضية، ولعل الأهم والأبرز هو تتويج أبناء النخيل الفتح هناك في الأحساء ببطولة دوري زين السعودي للمحترفين. البداية وملامح حلقة هذا المساء بالعناوين: الفتح يدخل للتاريخ ويحقق بطولة دوري زين السعودي. خلاص انتهت الحكاية، النموذج حسمها قبل النهاية. الأحساء تزف عريسها الليلة بطلا متوجا بالذهب. تعلموا يا أندية، فتح الجبال صبر ونال. فاز الهلال وتوج الفتح بطلا لزين. وثوب الاتحاد الجديد يرفرف بالشرائع. الشباب يكسب ويزيد أوجاع الاتفاق دوريا. من جديد التحية لكم مشاهدينا الكرام، والتحية أيضا موصولة لضيفي الكريم هنا في برنامج الملعب الإعلامي الرياضي الأستاذ أحمد مصبيح. أترك أهلا وسهلا فيك. ياك عبد الله، وأنا سعيد جدا جدا في أن يكون متواجد في ليلة تتويج الفتح، طبعا في القناة الرياضية وبرنامج الملعب، لكن الفتح كنا ننتظر اللحظة من زمان، لأنه نادي يستحق حقيقة الذهب، يستحق بعد هالمشوار الطويل أنه يفوز ببطولة الدوري. الآن انكسرت القاعدة، أصبح الكبير من يفوز ببطولة. ايضا سيكون معي من جده الاعلامي الرياضي الزميل عبد الله الشيخي بعد قليل، بعد ان ينضم الينا من هناك. اليوم حسم كل شيء وانتهت فصول الحكايه، حكايه دوري زين. وصل الفتح ليكون على عرش البطوله، ليكون بطلا متوجا بالذهب. لم يخسر سوى مباراه، قالوا عنه ما قالوا، ذو نفس قصير، لن يصل، سيتعثر، لكنه واصل بإمكانياته المحدودة، لكنها فقط ماليا إداريا وفنيا وصل فيها إلى أن يكون بطلا لدوري زين. مبروك لأبناء النخيل، مبروك للفتح. طيب، سوف يكون هناك إهداء من أسرة البرنامج للفتح، سوف يكون حديث متواصل عن الفتح وعن هذه البطولة التي حققها الفتح اليوم في هذا المساء بعد أن توج بطلا لدوري زين السعودي للمحترفين. أبو تركي، قبل ما نروح للإهداء، كان في تساؤل في الشارع الرياضي، في الوسط الرياضي بمعنى أصح، أنه ليش ما توج الفتح اليوم؟ ليش ما رابطة دوري المحترفين كانت موجودة وتوجت الفتح؟ أنا وياك اليوم تكلمنا فيها في التغريدات، نعم، وعلى قولتهم يقول طيرت جبهتي. لا بالعكس، أنا أقدر كل هالأطروحات وحق مشروع الرأي، نحترم الرأي بالرأي الآخر، لكن اللي بقول أنه تتويج بطولة دوري بحجم دوري زين ما يأتي بصورة ارتجالية. وبعدين المباراة قبل بدايتها كانت فيها يعني احتمالات يتعادل يخسر، التتويج يتأجل، فمن الصعب أنك تضع كل إمكاناتك. تعرف في شركة راعية، في شركة منظمة، في مئات الموظفين حيحضروا يوم التتويج، لأنه التتويج حيكون مختلف، يكون فيه رعاية، يكون فيه ضيوف من برا البلد. يعني تتويج دوري زي زين ما يجي بالطريقة أنك والله تخفي الميداليات والكأس حتى تنتهي المباراة تقول ترى الفتح فاز، ما تجي بهالطريقة وبهالارتجالية. كانت حساباتها صعبة. صعبة، كنت أتمنى المباراة محسوبة من قبل وتصير التتويج يعني طبيعي، ولكن ان شاء الله نعد الفتحاويين انه في تتويجهم سواء في الدمام، ما هو سواء، ما فصل الامر؟ لا فصل الامر نهايه الشرائع او الدمام؟ لا الدمام طبعا، لا الشرائع صعبه، هيتوج بين جماهير المنطقه الشرقيه ان شاء الله
في مباراة النهائي يستاهل، واكيد الشرقية كلها بتفرح فيه طبعا، حيكون مثل ما فرح فيه الوصل الرياضي طبعا أجمع. تتويج مميز ويستاهلون، ونحن تقديرا من الرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل عام انه نادي مثل الفتح حقق هالبطولة تأتي وتتوجه بطريقة بدائية ما اعتقد ما يليق بدوري. طيب انتم تتويجكم تأخر لأسباب التتويج والتنظيم والبطولة. لا التنظيم لا حسم الدوري اكيد اكيد نعم، يعني لو جاب الاهلي هدف في الدقائق الأخيرة واللحظات طيب الأخيرة. طيب تسمح لنا اليوم احنا نتوج الفتح؟ يستاهلون. طيب اليوم الفتح حسم الدوري تتويجا من أسرة برنامج الملعب والقناة الرياضية أجمع ويستحق البطولة. صرت في العالي يا أغلى نادي بالوجود، الله عليك يا الفتح نموذجي لعبه، الله 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 عليك يا الفتح، مهما نقول من مات الله الله يا نادي الفتح، الله 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 الله. حق الفتح، مبروك للفتح، مبروك لإدارة الفتح، لجماهير الفتح، لأعضاء شرف هذا النادي النموذجي، للاعبيه، لقائد هذا الإنجاز التونسي فتح الجبال الذي استحق هذه البطولة بعد سنوات من الجهد والعمل والصبر، وبلا شك أن الإرادة تحقق كل شيء. أبو تركي، لعل هدف دوري السلم هو هدف بطولة، لو لم يسجل سلم والفتح إلا هذا الهدف لاستحق البطولة. والله شوف أنا البارح كنا في ضيافة الأستاذ سعد العفالي بعد اسبوع رد المحترفين، يعني تكلمت تحت الهواء قلت إنه يعني ناس على درجة من الفكر، حتى أعضاء الشرف الموجودين كبار في السن فكرهم متقارب من الإدارة، الفكر النادي النموذجي هو من أوصلهم هالمرحلة. أنا شطحت في الموضوع، لكن اللي أقول إنه كانت أمانيهم بالأمس أن يفوزوا على فريق الأهلي أمام جمهور، وهذا بحد ذاته تتويج، يعني هذا اللي صار، فازوا على الأهلي اللي هو من أفضل الفرق الآسيوية الآن وفي كامل يعني عافيته، وبهدف يعني يعتبر الهدف الأفضل في الدوري هو الختام، ختامه مسك يعني. فكل الأشياء، كل جميل أدوات الانتصار والفرح توفرت اليوم في ملعب الأحساء. أعتقد أنه المنطق فرض نفسه، الفتح حقيقة من أول موسم، وإحنا زي ما تفضلت كان في سر حتقول عن اللاعب سلم لما بقى ليش بقى الفتح ما راح أسبقك، بالفعل كان حلم وتحقق، ولكن بجهد، بفكر، بعمل، بهدوء، بعقلانية. يا أخي أمس وطوال اليوم وإحنا مع رجال الفتح يتحدثون بنبرة الواثق
بثقة باحترام الخصوم. ما من وين جابوا هذه يا أبو تركي؟ ثقافة. من وين جابوا الثقة؟ ثقة العمل والصبر على تحقيق نتيجة تتمثل ببطولة الدوري. طبعاً لا قل الفكر يعني المنطقة الشرقية مو غريب عليها إنه أبناء المنطقة الشرقية وتحديداً الأحساء إنه يعني تقدم لنا رجال بهالفكر بهالأخلاق الخلق العالي. جلسنا 3 ساعات في مجلس يجمع شرفيين ومجلس إدارة ومشجعين ومع ذلك ما سمعنا إساءة لأي نادي أو إسقاط على أي نادي. كان همهم فريقهم، إعداد فريقهم، احترام الأهلي. النائب رئيس النادي الأهلي كان موجود وكان أكثرهم حديث. يعني حقيقة اللي شفته في الأحساء تحديدا في المجالس الفتح تحس انه فعلا هالنادي ما راح بس حق بطولة نقول والله فقاعة صابون، لا، سنوات قادمة اذا استمر بهذا الفكر. سر التعاطف الكبير من الوسط الرياضي اجمع، الهلالي والنصراوي والاتحادي بلا شك والاهلاوي والشباب الاتفاقي، الجميع كان يتمنى البطولة، لكن لما وصل الفتح الى الخطوات الأخيرة الكل اصبح يعني يقول الفتح يستاهل. تدري ليش؟ الجماهير الرياضية سواء هلالية أو نصراوية أو شبابية أو أهلاوية أو اتحاد، المهم سجل الكبار على قولتهم، الأخطاء اللي وقعت فيها الأندية الكبيرة وجدتها الجماهير تعالج أو تطب يعني العكس على قولتهم في الفتح. يضرب فيه المثل في اختيار الأجانب، في ثقتهم بالمدرب، الاستقرار الإداري، الحضور الإعلامي، بعد الفريق عن الشحن والضغوط. الآن الإداريين في الأندية الكبيرة أشهر من اللاعبين داخل الملعب بحضورهم الإعلامي. في الفتح لا، العكس، ما نشاهد إلا الفتح. بالنادر رئيس النادي عبد العزيز حفالق نشوفه يتكلم أو يتواصل مع العالم يومياً 24 ساعة، لا، الفريق هو من يسجل الحضور وفي النهاية حق الذهاب. فكر الذهاب هو حقيقة من توج الفتح الدولي. الفتح أبو تركي أنت كنت ضيف في برنامج الملعب وبرامج كثيرة في القنوات الرياضية، متواصل مع الجماهير، متواصل مع المسؤولين، كثير قالوا عن الفتح أنه ما راح يوصل، انه سيتوقف. الفتح يعتمد على 11 لاعب صحيح، بالكثير 12 13 لاعب. الفتح نفسه ما كان يرد على الكلام هذا الى انه انا والله حلمي اكون ضمن المراكز المتقدمه، لكن الحلم كبر، الحلم صار ظفر ببطوله مهمه دوري زين السعودي. طبعا انا كنت واحد من اللي كنت اقول يعني كتبت في اكثر مره انه الخساره ربما تقلب الموازين، تعودنا ثقافه الخساره عندنا، الفوز في الانديه السعوديه الخساره. شوف شلون بعض الانديه الكبيره يفوز لما يخسر 180 درجة النقد، شو للمدربين، شو للاعبين، شو للإدارة. لكن الفتح خسر 6-5 ومع ذلك واصل 5 سنوات الأخيرة حتى بهالفكر، فكر الإدارة أنه يا جماعة البطولة مهارها هو احترام الخصوم وكل مباراة تعتبرها مباراة كاس. الفتح لعب أصعب المباريات، لعب خارج أرضه وفاز على أندية كبيرة، فاز على الهلال اللي هو يعني محتكر معظم البطولات في 10 سنوات الأخيرة رايح جاي على قولتهم، فاز على الأهلي، فاز على يعني حقيقة فريق يستحق. ما بقى شيء. طيب بتحول لي ملعب نادي الفتح هناك في الأحساء، زميلي بدر العثمان المراسل للقناة الرياضية موجود في أرضية الملعب، موجود بالقرب من جماهير الفتح، بالقرب من بطل الدوري، من حقق الإنجاز وصنع اليوم الأهم والمهم والغالي في الدوري. بدر تفضل. بلا شك أنه الأفراح كبيرة هناك. شكرا لك زميلي عبد الله، تحيه طيبه لك ولكل متابعي الرياضيه السعوديه من هنا من نادي الفتح. بكل تاكيد وسط هذه الاحتفالات الجميله في النادي النموذجي بين النموذجيين، بكل تاكيد جماهير نادي الفتح مبروك اول للمنطقه الشرقيه، مبروك لصاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف امير المنطقه الشرقيه، مبروك لكل من ينتمي للمنطقه الشرقيه، مبروك لكل من ينتمي للاحساء. بكل تاكيد اليوم الفتح بكل تاكيد نطلق عليه وبكل فخر من المنطقه الشرقيه، الفتح اصبح مفخره الشرق، مفخره الشرقيه، فمبروك، الف مبروك لكل فتحاوي، مبروك للاستاذ والمهندس عبد العزيز عفالق، مبروك لادارته الشابه. هذا الفوز بالدوري الذي اتى من فتره طويله وبين هذه الجماهير، اعطونا هزيمتكم. يعطيكم العافيه، مبروكين. ألف ألف مبروك، أبارك لكل الشعب. إيش رأيكم بالفتح اليوم؟ والله أبدع، أبدع الصراحة، وأنا جدا جدا مستانس يعني على اللي صار صراحة. توقعتوا الفوز بالبطولة من مباراة اليوم؟ أكيد أكيد إن شاء الله. متى حسيت أن الفتح قادر أنه فعلا يحقق البطولة؟ والله إحنا في البداية أول شيء على الشوط الأول يعني صار كان حسيت في أي بطولة، مو مباراة اليوم، في أي مباراة في البطولة هذه كلها في الدوري، في أي مباراة حسيت أن الفتح قادر؟ صراحة يعني لا، انت واضح انك مرتبك. يلا مبروك. الله يسلمك، الله يخليك. ايضا نواصل مع المشجعين الفتحاويين، رحب فيك، مبروك. صايم مبروك، الله يبارك فيك. مصدق مصدقين الليله تمر حساوي يبي يجي بيجي.
يوفقهم ان شاء الله، الله يوفقهم ان شاء الله. حلم اليوم؟ حلم بس، منار قد الليله. يعطيك العافيه، ايضا نواصل مع الجماهير مبروكين. الله يبارك فيكم، يعطيك العافيه. يشرفنا الله يعافيني اياك ان شاء الله، وبارك الله فيكم. واسكوا على الجهود بصراحه، دورتوا هذا الفتح بطل لكم بهالفوز. والله شعورنا بصراحه لا يوصف. شو تقول لعيب الابطال اليوم؟ الابطال ابطال بيض الله وجيههم صراحه، واشكرهم على كل شيء. واضح انك لك، اقول لك متى حسيت ان الفتح فعلا في اي مباراه قاد انه فعلا جميع المباريات، واخرها مباراه هجر بصراحه هو مصيف سؤال، وهذا الاهلي انتهت كل شيء يعتبر، بيض الله وجيههم ما قصروا من اداره من كل شيء، واشكر جميع اللعيبه. خلينا نشوف الصغير هذا، ارفع الصغير. مبروك مبروك. ايش رايك بالفتح؟ حلو. تقول للعيب؟ حلوه. ايش مبروك؟ هذا شوفه، هذا كاس البطولة. يستاهلون؟ من تحب من لعبة الفتح؟ من تحب أي لاعب؟ الفتح. طيب يحب الفتح، كل الفتح. مبروك يا يبا. مبروك الله يوفقك إن شاء الله. تقول للعيبة الفتح، نشوف بس الكاميرا مع الكاميرا. أقول الفتح ألف ألف مبروك. هذا الفوز مو بس حق الفتح. تلقيك هلا. الله إن شاء الله. متى حسيت أن الفتح فعلاً قادر ياخذ بطوله الدوري؟ انا من اسال اي واحد هنا يتلخبط بهالسؤال، ما ادري ليه. يعني من بدايه الدوري ان شاء الله حاسين احنا معاه، من بدايه اول مباراه حاسين ان شاء الله مستقبلا بياخذ الدوري. كل اللعيبه الابطال الاستمرار على طول ان شاء الله، ولا سوية ان شاء الله. قول امين. ايضا نتواصل مع جماهير نادي الفتح، مبروكين. الله يبارك فيك. اليوم شرفتوا المنطقة الشرقية، شرفتوا الحسن. يستاهل، يستاهل الفاتح، يستاهل. والرئيس ونائب الرئيس نادي الفاتح وامير الحاسة الشرقية والحاسة وامير سعود بن نايف. يستاهل. مبروكين. الف الف مبروك. الله يعطيك للعيبة اليوم. طبعا احنا الان خلينا بس نذكر سادة المشاهدين ونشير لان الباص الان على وصول ان شاء الله الى نادي الفتح، بالتحديد في منطقة المبرز، على وصول الان للاحتفال مع جماهيره الوفيه اللي حضرت في الملعب وشكلت لوحه فنيه جماليه رائعه بالالوان الازرق والابيض والاخضر، وفعلا يستاهلون يحتفلون مع هذه الجماهير. يعطيكم العافيه. اواصل معاك. والله ما قصرت، بارك لهم واحد واحد وبيض. كاتل امير المنطقه ومنطقه الاحساء بالخصوص، واللعيبه والجماهير كلها اللي حضرت الملعب في المباراه وخلف الشاشات، وطبعا مثل ما اللي حضر خلف الشاشات اكثر. الهدف اليوم انا بالنسبه لي الهدف اطربني، هدف بصراحه طراز اوروبي، هدف يليق بالنهائي، اكثر من رائع. اجانب الفتح بصراحه بيضوها، وهذا سر نجاح الاداره اختيار الاجانب. تعال انت كاشخ ولابس، شوف الكشخه وشوف الزين ما شاء الله، لابس الشعار ولابس الشال والعلم وفرحان بالفتح. طبعا الف اقدم التهاني والتبريكات لاداره الفتح وكذلك نادي الفتح. بصراحه اليوم الفتح رفع راسنا وبيض وجيهنا وقدم شيء بصراحه كنا متوقعينه، بس هم بعد اكثر من متوقعينه صراحه. اداره نادي الفتح، اداره النادي صراحه قدمت اشياء كبيره واشياء كثيره للنادي. شو تقولون لهم؟ صراحه مهما تكلمنا ومهما كتبنا ومهما ما راح نفيد حقهم صراحه، قدموا الكثير الكثير، من بعد نادي الفتح يستحق الاكثر والاكثر. نشكر الجماهير المتواجده معنا هنا، بكل تاكيد راح نواصل تغطيتنا من هنا من نادي الفتح ان شاء الله، وبنعيد معكم ان شاء الله في اللقاءات، كونوا معنا ان شاء الله. نعود من جديد للزميل عبد الله الفقير. شكرا لك بدر من مقر نادي الفتح. قبل وصول الابطال لاعبي النموذج الفتح الى مقر نادي الاحتفال مع جماهيرهم بعد تحقيق لقب دوري زين، اعود لك ان شاء الله مجددا بدر في تغطيه مستمره عبر برنامج ملعب القناه الرياضيه السعوديه. ايضا ارحب بضيفي الاخر هناك في جده الزميل الاعلامي عبد الله الشيخ. عبد الله اهلا وسهلا فيك معنا. مساء الخير عبد الله، مساء الخير للزميل الاستاذ احمد المصيبيح، مساء الخير للساده المشاهدين الكرام مشاهدي برنامج الملعب. بالمناسبه عبد الله انا من قبل الساعه 11 موجود في الاستوديو، يعني شاهدت عبد الله العظيبي وبدر رافع في اللقاءات الميدانيه، وشاهدت البرنامج ما تبقى ايضا من برنامج الاستوديو التحليلي، ولذلك انا موجود كنت في الاستوديو يعني منذ تقريبا اكثر يعني حول الساعه واقل بشوي.
عاد صوتك ما وصلني للان يا عبد الله. الخلل هل هو الخلل في لا صوتك ما كان واصلنا. انا ما ادري والله عبد الله يا اخوي، انا والله لا بالعكس احنا بنتشرف فيك يا عبد الله، بس الصوت ما كان واصل. كلموني من الاستديو بالرياض، وانا بعد يعني انا بكلمك والله جاي من عند الدكتور يعني للالتزام، لاني ملتزم مع البرنامج. طيب. فحضرت، فبس حبيت يعني. طيب. يعني اتقبل اعتذاري انا عن الزملاء بكافه سواء جده ولا الرياض يا عبد الله، اعتذاري لك سواء من جده او الرياض، تبقى المشكله موجوده لكنه الشرف في وجودك معنا. سعيد عموما اني انا اكون، واحنا اسعد حبيبي اكون معك واتشرف اخوي عبد الله معك ومع اخوي ابو تركي. طيب عبد الله، الفتح يستحق كلمه قبل ما تحول تقرير المباراه، تفضل. بكل تاكيد يعني اخوي احمد وفى وكفى يعني في هالموضوع الحقيقه. الفتح كان منذ البدايه يستحق ان يكون بطلا الدوري، فريق مثابر، فريق يعمل، فريق لديه اداره حقيقه واعيه، اداره ذات فكر عالي، جهاز اداري في تناغم كبير بين الجهاز الاداري والاداره ككل والجهاز الفني واللاعبين، حقيقه فريق يعمل واداره تعمل بلا ضغوطات. ربما يعني هذا الفارق الكبير بينه وبين الانديه الكبيره. انا اعتقد لو كان التنافس بين الانديه الكبيره لاستمر الانديه الكبيره، ولا اقول ولا يعني اقلل من وضعيه فريق الفتح، هو اليوم فريق كبير ولا شك ان يكون بطل للدوري وبطل لدوري زين بعد هذا المشوار الكبير وبخساره واحده حتى الان. انا اتصور الحقيقه انه فريق يستحق كل التقدير وكل الحقيقه الشكر والثناء على هذا العمل الجميل، بل انه ما قدمه الفتح، ما قدمته الاداره والاجهزه المختلفه واللاعبين حقيقه عمل يدرس وعمل يعني يحتذى فيه من كثير من الانديه. ابارك لهم بهذا الانجاز، ولا شك ان للكل مثل ما تفضلتوا ومثل ما تفضل اخوي ابو تركي، الكل حقيقه اليوم سعيد، حتى من كان ينافس يعني وهم الهلاليين على بطوله الدوري. انا اعتقد ان جل الهلاليين اليوم سعداء لهذا الفريق الطموح، لهذا الفريق الذي يعني منذ 5 سنوات وهو يصعد للممتاز، يحقق خطوه وراء خطوه، خطوه وراء خطوه، حتى وصل الى تحقيق بطل بطوله الدوري. هناك فرق كبيرة منذ عشرات السنين لم تحقق هذا اللقب، تطمح وتعمل ولكن لم تحقق ذلك. جاء الفتح ليضع خطا واحدا ويقول انا هنا. اتمنى له التوفيق في المواسم المقبلة، اقول لهم الف الف مبروك اهل حسا، وتستاهلون كل خير. يستاهلون كل خير. اليوم قصة البطولة، قصة الخطوة الأخيرة في دوري زين في الأحساء ما بين الفتح والأهلي. قبل المباراة كان الكل يتحدث بأنها نقطتين فقط، كيف يستطيع الفتح أن يصل إليها من 3 مواجهات؟ وهل يكون الأهلي هو عثر طريق الفتح لتحقيق البطولة؟ لكن أبناء النخيل بهدف دوريس سلامو الجميل صنعوا الإنجاز وحققوا البطولة. هل ستكون للنموذج في ليلة من ليالي دوري زين المثيرة؟ ليلة حسم اللقب ونهاية قصة ظهور بطل جديد، قصة كفاح وإصرار، قصة بطل استطاع تخطي كل الصعاب لاقتناص اللقب. على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي استضاف الفتح نظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة 24، الجولة التي شهدت إعلان بطل دوري زين السعودي. المواجهة بدأت متكافئة من كلا الجانبين، هجمة للنموذجي وأخرى للراقي، إلا أن الفتح استطاع اقتناص هدفه الأول عن طريق دوريس سلامو، هدف رائع يقترب به الفتح أكثر من لقبه التاريخي. في الشوط الثاني حاول أبناء القلعة معادلة الكفة والعودة مجددا لأجواء اللقاء، ورد سريع للنموذجي أملا في مضاعفة الغلة، وفرحة عارمة لهذا المشجع الفتحوي كانت مبكرة للاحتفال باللقب. بعدها انتفض الفريق الأهلاوي، إلا أن كراته ظلت طريق الشباك، ليعلن النموذجي نفسه بطلا لدوري المحترفين السعودي في لقب تاريخي أول، وفارس جديد ينضم لنخبة الفرسان
لتنام الأحساء هانئة هذا المساء وسط أهازيج هذه الجماهير الوفية التي استحقت أن تزف عريسها للقب الأقوى، ليكون 14 من إبريل يوما تاريخيا سيظل خالدا في سماء الإنجازات الفتحوية. مبروك للفتح، مبروك للأحساء، مبروك لكل عاشق للبطل نموذجي. رسميا النموذجي بطل لدوري زين لعام 2013. هم يا عسى يشهدون بكل مساء، كل موقف له رجال أهدمهم أهل الحساء. يشهدون بكل مساء، كل موقف له رجال هادوهم أهل الحساء. قلها عاد قول. أقول الفتح بعد الفوز هذا يعني صعب الآن تصنع الرغبة من جديد. إذا وفق إدارة الفتح والمدرب في بناء رغبة الفريق لبطولة كأس الملك، هذا حقيقة فوق الإعجاز. لكن يعني الجماهير الفتحاوية يجب أن تحتفل بطولة الدوري، لا قدر الله لو خرج من بطولة الكأس كثر خير الفريق اللي سواه، شيء جهد خرافي، شيء يعني غير طبيعي. أبو تركي، دوري السلامو لما انتهى الموسم القادم، الموسم الماضي آسف، عقده وكان فيه محاولات تجديد العقد مع إدارة الفتح، وصلت عروض كثيرة وكانت عروض قطرية، عروض سعودية، عماراتية. لما جدد العقد سئل كيف جددت العقد وهناك مبالغ عرضت عليك أكثر من نادي الفتح؟ قالها بالحرف الواحد، أنا جددت للفتح لأني لمست وتأكدت أن الفريق هذا لديه هدف وحلم يريد أن يحققه. هذا حقيقة بالفعل. والله يا أخي من يوم واحد، وأنا ما أبغى أكرر الموضوع، من يوم واحد عرفت أن الناس هذه تخطط للمستقبل، يتحدثون بلغة الأرقام، يتحدثون بواقعية، مواجهين أنفسهم، يرون والله الفريق يحتاج إلى عمل. يعني فاللاعب هذا اللي هو عاش الفريق وعاش طموحات الجهاز التدريب والإداري، شاف تعاملهم، من عاش ما بين الفتحويين حقيقة لازم يشاركون. إغراءات جت إلتون في الفترة الثانية ونعرفها يعني من أندية محلية وخارجية، لكنه فضل طبعا، هذا يرجع برضه لعقلية السلم واللي قاعد يشوفها من طبعا العقلية الاحترافية والاحترام الإدارة، وشاف طموحهم حقيقة. وبعدين إذا هي مسألة مادية، رجال الفتح يعني وعدوا بالأمس مكافآت مزية جدا جدا للفريق حفوزه. ما خاف أخرب عليه، خاف يصير مبلغ قليل، يعني مبلغ حقيقة جميل يستحقونه لاعبي الفتح، بس أبغى يجي على لسان رئيس الفتح أو مدير الكرة، لأني ما أبغى تسبق له أسبق له. يجي مكافآت الليلة إن شاء الله مع الفرحة، تتفاعل تجار المنطقة الشرقية كثر، والفوز مو الأحسى للمنطقة الشرقية، للرياضيين السعوديين، الفوز الفكر العالي للفكر الرياضي. المفروض كل الرياضي السعوديين يحتفلون بالفتح، مو بس الشرقيه ولا الحسا. جميل. الاغنيه اللي تسمعونها سواء في الكليب اللي قبل شوي ولا اللي عرضوها الزملاء، اللي قدمت من الفنان رابح صقر هديه للفتح ولابناء الاحساء، كانت عباره عن هديه مقدمه من الفنان رابح صقر اللي حيكون ان شاء الله معنا عبر برنامج الملعب لتقديم التهنئه والحديث عن هذا الانجاز اللي صنعه الفتح اليوم بتحقيقه بطولة دوري زين السعودي للمحترفين. عبد الله، الفتح اليوم حقق البطولة وحصد إنجاز تاريخي، لكنه قدم دروس عديدة لكافة الأندية. لعل أهم درس، والكثير من النقاد وإنت من ضمنهم تكلموا فيه كثيرا، هو الاستقرار والصبر على الجهاز الفني بقيادة فتح الجبال لجميع الأندية. بالتأكيد عبد الله، بالذات ايضا يعني اضيف على ذلك ان تعمل باقل امكانيات، يعني فريق بدون راعي، فريق يعني حينما تقول وتقارن هذا الفريق بفريق مثل فريق الاتفاق وهو من نفس المنطقه، فريق كبير الحقيقه، صاحب انجازات عاليه وكبيره، يعني يظل الفتح يعني فريق مقارنه بفريق مثل الاتفاق، وانا اتحدث عن منطقه الشرقيه، يعني ولا نقلل من وضعيه الفريق الفتحاوي، لكن حقيقه يعني بهذا العمل وبهذا القليل جدا من المال
يصل هذا الفريق إلى 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 أن يحقق بطولة الدوري قبل جولتين من النهاية، أنا أعتقد أن هذا عمل يعني عمل كبير وكبير جدا، لا شك أنه يشترك فيه الكثير، الإدارة طبعا بالتأكيد بفكرها العالي، برؤيتها أيضا، باستراتيجية عملتها، هناك هدف حقيقة. كنت أنا أتابع منذ البداية يعني فريق الفتحاوي، أتابع حديث الإدارة الفتحاوية، المدرب، ربما هناك في كان يعني اتفاق على تناغم معين او على 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 اسلوب معين في الحديث. كانت البدايه نحن ننافس حتى يعني نكون من ضمن الثمانيه حتى يضمنوا يعني المشاركه في 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 كاس الابطال، ثم تحول الحلم الى 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 ان نكون منافسين من ضمن الاربعه ومن من 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 ضمن الاربعه الكبار في 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 هذا الموسم في الدوري، حتى نضمن المشاركه في دوري ابطال اسيا. ثم بعد ذلك تحول في اخر تقريبا 6 أو 7 مباريات الاخيره، تحول الحلم الى اننا نعم نريد ان ننافس، ان نريد ان نكون ابطالا للدوري، ولعل هذا يتحقق. نعم بالتاكيد هذه اللغه، هذا الاسلوب، هذا التعامل، هذه الاستراتيجيه الموضوعه، هذه الاهداف، هذا يعني هناك في 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 فيها نقطه الى نقطه الى نقطه اخرى يتخطاها هذا الفريق وهذه الاداره. اعتقد ان هذا هو العمل النموذجي فعلا، ولذلك حينما يقال عن هذا النادي انه نادي نموذجي، فانا اتصور فعلا ان هذه الكلمه يستحقها هذا النادي الكبير فعلا. انا قد تكلمت عبد الله قبل كذا حقيقه عبر برنامجكم وعبر حتى يعني بعض المقالات عن هذا النادي، انا اعتقد اين الرعاه اليوم؟ يعني مثل هذا النادي انا اعتقد يستحق ان يكون لديه رعاه. اليوم الملعب، وفي مباراه سابقه مع انديه كبيره كان الملعب ممتلئ عن بكرة أبيه، يعني هناك في جمهور كبير لهذا النادي في 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 الحسا. الشركات عليها أن 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 تذهب إلى منطقة الأحساء، عليها أن 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 تكون قريبة من نادي الفتح، عليها أن تجلس على طاولة الحديث والمفاوضات مع نادي الفتح. أنا أعتقد أن الفتح يعني حينما تكون لديه شركة وترعاه أو يكون لديه رعاية، أنا أعتقد أنه سيكون فعلا واحد من الفرق الكبيرة في الدوري السعودي على المستويات على خلال السنوات المقبلة. أتمنى حقيقة، وهذا حديث ربما أسمعه ويسمعه غيري، أن الفريق الفتح يعني حقق هذه البطولة وسيتوقف. أتمنى حقيقة أن يبادر الرعاة، أن تبادر الشركات إلى رعاية هذا الفريق، لأني أتمنى حقيقة ألا نخسر هذا الفريق. طالما وصل لدينا فريق وصل الى هذه المرحله واخذ بطوله الدوري، اتمنى حقيقه ان يستمر ويستمر ويستمر حتى يبقى لدينا اتحاد واهلي ونصر وهلال واتفاق وفتح وخلافهم يعني وشباب، يعني هذه الفرق اتمنى حقيقه انه بكره ايضا يصير علينا لدينا 8 و9 و10 فرق منافسه على بطوله الدوري والبطولات الاخرى. الف مبروك، الف 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 مبروك لفريق الفتح، اداره ولاعبين وجمهور، واتمنى حقيقه مثل ما قلت ان يبادر الرعاة، واتمنى حقيقه من الليله أن يتم الحديث مع إدارة الاتفاق على مفاوض وراعي. أبو تركي، هو نداء من عبد الله، وبلا شك هو نداء الجميع، بما أنه هذا الفريق حقق البطولة لجنات الشرقية، محبين الفتح، أيضا الشركات الكبيرة والعملاقة الضخمة هناك في الشرقية، يستحق الفتح أن يكون أحد الأندية اللي ترعاها. شو يعني قد يجهل البعض في أكثر من شركة تساهم في رعاية نادي الفتح، في راعي طبي، وفي ايضا يحمل على القمصان، واخر والمؤتمر الاخير اللي هم سووه لشركه فوشيه، نعم، 3 مباريات طبيعي. وكاس الابطال. حقيقه سمعت حقيقه في يقولون اكثر من شركه لديهم عروض. انت عندك اسرع الفتح تبيع، لا عنده، قالوا عندنا حقيقه احنا المكافآت ما تبغى تقول رقمها، يقول تفرغنا الاداره فريق كره القدم، يقول الرعاة حنناقشها، حيكون في عمل استثماري غير طبيعي في حقيقة أكثر من شركة، الفريق أسماء كبيرة، رجالات الفتح بعد الفوز وبعد اللقب يسمحون لك تقول كل الأسماء. لا لا، هم الآن يعني يقول أمامهم عروض كبيرة جدا، بس قالوا أجلوا حتى بعد نهاية الدوري يصير في التفكير من هو الشركة التي تستحق، لأن نادي الفتح الآن نادي كبير يعني مو أي رقم حترضابه. ومع ذلك في شركات أخرى راعية للنادي طبيا وإلى آخره، كلهم محبي الفتح، ربما تكون هناك شركة واسم كبير جدا جدا، لكن هذا راجع لرجالات الفتح سواء الشرفيين أو الإداريين. أبرز الدروس اللي نقدر نقول الفتح اليوم كتبها لجميع الأندية القادرة ماليا والغير قادرة ماليا، أنه الفكر قبل المال، وأنه الحديث في الملعب أكثر ما هو خارجه. ممكن لخص هاي خالد، العمل داخل المستطيل الأخضر والفكر قبل المال. المسألة ما عندي ملايين، عندي شركة راعية، عندي فكر يدير هذا المال. الفتح أقل الخمسة الكبار مالا، ولكن الأفضل هم فكرة. الأندية المماثلة للفتح بالقدرات المالية، كيف نصنع فتح آخر؟ والله فتح باب الانتخابات بشكل يعني احترافي،
منح الجماهير فرصة لتصويت مجالس إدارة ورئيس إدارة بمعنى الحقيقة، رئيس منتخب يكون عنده أجندة، عنده ملفات عمل إداري لمدة 4 سنوات، خلاص لابد من تجاوز الانتخاب من عن طريق المجالس الخاصة ونفتح الأبواب للجماهير لانتخاب رئيسها اللي حقيقة يحقق طموحاتها. في الهلال، في الأهلي، في النصر، في الاتحاد يجب أن نتجاوز مرحلة الانتخاب ومن شخص أو شخصين أو من 10 أشخاص. كل نادي الآن يملك ملايين الجماهير، من حقهم أنه يكون في جمع عمودية وفي ترشيح في انتخابات، لأنه مسألة الترشيح تدور حول 4 أو 5 أشخاص هذه حقيقة تضر بالرياضة السعودية والأمثلة أمامنا، يعني ما نحتاج نطرح اسمها. صحيح. الأستاذ عبد الله، الفتح اليوم بعد تحقيق اللقب من يشاهد الأسماء يجد أنها هناك من صنعه الفتح وأوجدوا في هذا الفريق، وهناك من جلب من فريق آخر لم يكن يقدم ذاك المستوى، لكنه حينما حضر الفتح أصبح من الأسماء التي طرزت اللقب وحققت الإنجاز. السر يكمن في الفتح نفسه ولا والله في أنه اللاعب وجد بيئة مميزة وعمل مميز وبالتالي أظهر كل ما لديه من موهبة فنية؟ هي البيئة بكل تأكيد عبد الله، يعني البيئة، الطموح، يعني فريق لديه طموح. ولا تنسى يعني عشان احنا ايضا يعني نكون منطقيين ايضا وموضوعيين في هذا الامر، يعني فريق يعمل بلا 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 ضغوطات. يعني انا اتصور حقيقة مثل ما قلت قبل شوي، يعني الفرق الكبيرة، الفرق خلينا نقول الفرق ذات الامكانيات العالية ذات الجماهيرية الطاغية الحقيقة، وهم الاربعة الفرق المعروفة والاندية المعروفة، يعني هذه الاندية تعمل تحت ضغوط كبيرة جدا من الجماهير، من الاعلام، من خلافه، بعكس فريق الفتح يعني لا يعني لا يتعرض لهذه الضغوطات نهائيا، لا اعلاميه ولا جماهيريه. ولذلك تعمل الاداره بارتياح تام، يعمل الجهاز الفني بارتياح تام، يعمل اللاعبون ويشتغلون وينفذون بدون اي ايضا اي ضغوط كبرى. هذا ما ساهم الحقيقه في عمل الفتح خلال هذا الموسم، وجعل الحقيقه من الفرق التي تعمل وربما نحن نرى انه يعمل في الضوء، لكن هم يعملون بصمت الحقيقه وعمل مخفي. انا اعود حقيقه لنقطه يعني قال اخوي ابو تركي الاستاذ احمد في مساله الرعاة، نعم صحيح، لكن يعني هذا الموضوع تابعناه وقراناه، ولكن انا اعتقد انه حتى المبالغ هذه لا تتجاوز 3 ملايين ونصف. انا اعتقد لا يمكن ان تكون يعني عمل لفريق بطل دوري، يعني هذه الامور كلها ربما تكون مثل ما نقول دائما يعني في عمليه النثريات في مثل العمل لاي شركه كانت. ولذلك مثل هذه الارقام لا اعتقد انها تصنع فريق بطل نهائيا. هناك عمل بدون ضغوط زي ما قلت، هناك فكر، نعم زي ما قال اخوي احمد، هناك يعني تناغم بين الجميع. يعني انا اتصور حقيقه مثل مدرب فتح الجبال، لو يعني فتح الجبال مدرب كبير وعلى يعني وعلى العين والراس كل اللي عمله، ومدرب حقيقه وضع بصمته يعني في هذا الموسم ان يكون بطلا الدوري، فهو اذا المدرب رقم واحد في الدوري السعودي. صحيح. على الاطلاق، سواء كان هناك في يعني مدربين اجانب او غير اجانب، وانا حقيقه لا اقول على المدرب العربي انه مدرب اجنبي، بل هو مدرب عربي. ولذلك هناك كثير من الاسماء الكبيره في في في, في عالم التدريب في انديتنا، ولكن فتح الجبال يظل المدرب رقم واحد. لكن لو تصورنا أنه فتح الجبال اليوم في أحد الأندية الكبيرة مثل الأهلي، الهلال، اتحاد، نصر، يعني هذه الأندية الجماهيرية ذات الجمهور والإعلام، هل سينجح فتح الجبال؟ أنا أتصور لا، رغم يعني 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 الثقة الكبيرة في إمكانات فتح الجبال وقدراته التدريبية وعمله الكبير الحقيقة، لكن الأندية الكبيرة دائما تكون تحت ضغوط. هذه واحدة من النقاط الأساسية والجوهرية التي حققت للفتح هذا العمل الكبير جدا أن يكون بطلا للدوري هذا الموسم. الأسماء، أسماء عبد الله، لو جينا قارنا بعض الأسماء الموجودة أيضا في الأندية الأخرى التي هي معروفة الأندية الجماهيرية، أنا أتصور حقيقة أنه حتى بعض الأسماء ليست بذيك القيمة الكبيرة، ولكن اليوم حققت لها حقيقة الكثير من 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 من, من الوهج كونها يعني تحقق وتساهم في بطولة الدوري. أنا أؤكد حقيقة على 3 نقاط حقيقة أو 3 لاعبين، وهم اللاعبين الأجانب مع فريق الفتح، لاعبان أجنبيان ولاعب عربي اللي هو يعني شادي بوهشهش، لاعب مهم جدا في خط الدفاع للفريق الفتحاوي. سلمو الحقيقة دور السلمو لاعب كبير جدا من 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 يعني ربما هو من فصيلة اللاعبين الذين يعرفون طريق المرمى تماما.
اللاعب الآخر اللي هو طبعا ما في شك اللي هو إلتون، يعني يعني المحرك والفريق الفتح في 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 وسط ملعب وصانع اللعب الـ 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 يعني البارع جدا الحقيقة في هذا الدور. الفتح حقيقة يلعب، يعني لا نريد أن نكون محللين، ولكن يلعب بأسلوب حقيقة ربما كثير من الأندية الأربعة والخمسة الفرق المعروفة الكبيرة لا تلعب بهذا الأسلوب، ولذلك يعني لديه يعني يعني مدرب ولديه ما يضعه لهذا الفريق ووضعه فعلا وتحقق من خلاله. جميل. هذا هذا من خلال هذا العمل الكبير الذي وضعه فتح الجبال ليكون الفريق بطلا لموسم 2012-2013. جميل. طيب في هذه الأثناء خلينا نشوف الأغنية المهداة من الكابتن رابح صقر لأبناء النخيل لأبناء الأحساء للفتح بطل دوري زين السعودي للمحترفين. بعدها بإذن الله سيكون معي الفنان الكابتن رابح صقر ليعبر عن فرحته ويوجه حديثه لأبناء النخيل بطل دوري زين الفتح. كل موقف له رجال هذهم أهل الحسا، ويا عسى يا عسى يشرقون بكل مساء، كل موقف له رجال هذهم أهل الحسا. فكر ثم وصل نادي ويضرب بك مثال، نموذجي قول وفعل الفتح مضرب للمثل، خطط وفكر ثم وصل نادي ويضرب بك مثال، نموذجي قول وفعل.
عاد فكري شغله والفن اكيد وله مجال واهل الحسا دايم هلا واهل الحسا دايم هلا المال ما هو مشكله يحتاج ابو تركي صور ستتكرر كثيرا وافراح لن ينساها ابناء الاحساء اللقطات يعني لو نعيدها اكثر من مره تبقى لها طعم مختلف جدا كون الفتح بطل للدوري. والله انا تمنيت اني ما جيت من الحسا، جيتني عند رقيقه. عشت يعني مبسوط بالامس. اي والله مبسوط لانه شفت شيء واتمنى يعني الحمد لله جاء التتويج يستحقونه، والله لاني ضد الاهلي ولا الهلال ولا نصر، لانه ناس يستحقون. والشيء الجميل اليوم في المباراه بعد المباراه في السجود الجماعي، يعني نعمه جتهم من الله سبحانه وتعالى وفيه شكر، وهذا دليل انهم ايضا تعاملوا مع البطوله بتواضع وشكر. شكر النعم مطلوب حتى تدوم، فلذلك الفتحاويين والله انا تمنيت ان يكون بينهم اكرر الامنيه خاصه انه عشون امس عشاء محترم. طيب خلينا نعطيهم العلم اللي السنع المحترم على قولتهم. اي نعم. خليني اسالك انت طلعك من انك اعلامي رياضي ضيف اليوم الى احد الاسماء الموجوده في رابطه الدوري المحترفين، وش راح تسوي للفتح من دعوات من ترتيبات لتتويج الفتح بطلا لدوري زين السعودي المحترف؟ والله ما اخفيك في تنسيق ما بين الاستاذ احمد عيد رئيس اتحاد سعودي كره القدم والاستاذ محمد النويصر رئيس الرابطه، انه يعني نتلافى كل سلبيات تتويج الموسم الماضي. حيكون تتويج مختلف في المنطقه الشرقيه من الدمام تحديدا، لان الفتح حيلعب مع الاتفاق طبعا هو ضامن البطوله. بكمل معاك ابو تركي، خلينا ينضم معي هاتفيا الكابتن الفنان رابح الصقر اللي قدم اهداء للاحساء وللفتح بعد ان حقق الفتح لقب بطوله دوري زين. كابتن رابح اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. احنا اليوم نسميك كابتن لانك جزء من كره قدم في نادي الفتح. وانا بسميك اليوم فنان لانك تدير هالامسيه. حبيبي حبيبي. خطط وفكر ثم وصل، نموذج جول وفعل، يعني كلمات كانها تصف حال الفتح في الدوري في كل مراحله حتى نهايه الجوله 24 اللي توج فيها الفتح واصبح مفخره للاحساء، مفخره للشرقيه، مفخره لكل الرياضه السعوديه بالتخطيط بالصبر بالاراده بالوصول. يستاهلون يستاهلون كل خير، يستاهلون اهل الحساء ويستاهلون. انا اولا انه اهني سيدي سمو الامير سعود بن نايف، واهني امير الحساء الامير بدر، واهني إدارة الفتح وأعضائها وكل المشرفين على أعضاء الشرف، ويستاهلون يستاهلون. فعلا احنا نحتاج عقلية جديدة في الكرة السعودية. جميل. واليوم شفناها في نادي الفتح، متمثلة في إدارتها، متمثلة في أعضاء شرفها، متمثلة في اللعيبة، وفعلا هذا فعلا نموذجي على اسمه. اللي أعرفه رابح أنك أنت جزء من الفتح، يعني دائم قريب للفتح دعما وقربا حديثا محبة، تقدم للفتح كل ما لديك، يكفي هالكلمات الجميلة اللي قدمتها لهم. الفتح اولا بالنسبة لي انه اول نادي اطلع، يعني اول ظهور لي على المسرح طلعت من خلال مسرح نادي الفتح، فما هو الا جزء بسيط من ما هو الا جزء بسيط من اللي في مسيرتي الفنيه اللي عملوا معي نادي الفتح. هذا جزء بسيط اني ارد لهم، يستاهلون يستاهلون. رابح انت الكلمات اللي عرضناها وسجلتها الاغنيه الجميله للفتح، يعني انت كانك ضامن الدوري للفتح، يعني اكيد مسويها من بدري. انت متى شفت الفتح وتاكدت انه الفتح والله محقق لقب الدوري؟ لا يعني الفتح ما شاء الله من البدايه شد حيله، الكل يقول انه جواد قصير النفس، بس اثبت للكره السعوديه انه جواد اصيل. بس يستاهلون بكذا يا رابح. احنا اخذناك الحين من الجانب الفني والغنائي للجانب الرياضي، يعني صار عندك نظره فنيه اللي انت استطعت وقدرت انك تحكم على انه الفتح راح يجيب البطوله، وبالتالي هالاغنيه الجميله اللي تصف حال الفتح من مباراه الى مباراه. انا اقول لك دائما يستاهلون يستاهلون كل خير اللي سووه، طبعا انجاز الكره السعوديه عموما. صحيح. وفي وهنا في يعني برضو يعني في عقليه في الرياضه السعوديه تتمثل في نادي الفتح الان يعني. جميل.
فنان رابح صقر من 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 إدارة، من لعيبة، من وافتكر انه تقريبا نصف أندية، نصف لعيبة الفتح جاي من، افتكر يعني جاي من أندية ثانية. صحيح، هذه بعد نموذج ثاني للإدارة المثلى بلا شك. فنان رابح صقر ابن الأحساء، ومن قدم الأغنية الجميلة للفتح، ومن قدم هذه الكلمات للتهنئة للفتح. شكرا لتواصلك عبر السعودية الرياضية، شكرا لحديثك عبر برنامج الملعب، نتشرف بتواجدك معنا، شكرا لك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أبو تركي، بعد هالكلمات الجميلة من رابح اللي وصف فيها الفتح، كلماته اللي 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 سمعناها في الكليب كأنها فعلا تصف حال الفتح من مباراة إلى مباراة، تختصر كل الحديث الفني والإعلامي. والله رابح جميل في كل شيء. رابح اللي ما يعرف رابح صقر يعني كان له مواقف إنسانية واجتماعية أنا عشتها لما كنت مدير تحرير جريدة الرياضي، كان له مواقف إنسانية ساهم مبالغ كبيرة، أرقاب، أشياء كبيرة ما كان رابح يبغى نقولها، لكن بالجانب الرياضي ساهم أيضا مع ناديه الفتح أو مدينة الأحساء، ومن الداعمين من الداعمين. وأحلى ما قال في كلامه أنه الفتح قدم لنا فكر جديد. انت احيانا تلاقي صعوبه ان تقنع الاخرين انه عملكم غلط، لكن لما الفتح يقول لك والله شوف الفكر الجديد وش سوى، انت يا هلال يا نصر يا اتحاد يا اهلي نضرب مثل بالفتح، احنا ما نسقط على الاخرين، نقول الفكر هو من يصدق. نرجع لاحمد مصبيح رابط الدوري المحترفين. اي نعم. طبعا ان شاء الله حيكون تتويج زي ما قلت لك تنسيب الاتحاد السعودي ورابط المحترفين، حنوجه دعوه لعدد المهتمين بالحركه الرياضيه، ايضا باسم الرابطه اناشد اداره نادي الفتح اذا في شخصيات معينه يعني يتمنون حضوره في يوم تتويجهم، احنا حق على تم الاستعداد لاستقبالهم والاحتفاء بهم وتواجدهم ان شاء الله في الاستاد. حيكون ايضا فيه تتويج خاص واحتفاليه خاصه تنظم شركه صله اللي دائما هي ترعى المباريات او تنظم المباريات، فحيكون في احتفاليه خاصه، حيكون في اكثر من 70 موظف حيتواجدون من خلال منسقي رابط المحترفين، الناس اللي تساهم دائما تنظم المباريات، ايضا شركه صله حيكون لها تنظيم خاص حتتواجد قبل المباراه الختاميه ب 48 ساعه، حيكون ان شاء الله تتويج مختلف. الامنيه الشخصيه لي انا اطرحها عبر برنامج الملعب انه اتمنى يكون ان شاء الله راعي المباراه طالما المنطقه الشرقيه صاحب سمو الملك الامير سعود بن نايف، حتى يكون التتويج يعني مسك وختام والفتح والمنطقه الشرقيه يستاهلون. وضم امانينا لامانيك ابو تركي انه ان شاء الله يتواجد صاحب سمو الملك الامير سعود بن نايف امير المنطقه الشرقيه في تتويج الفتح، لان الفتح يستحق، والامير سعود قريب من الفتح في الاونه الاخيره في الايام الاخيره منذ تواجده في الشرقيه، وبلا شك انه الكل اليوم اجمع وقدم الشكر والتهنئه للامير سعود بن نايف. اتحول الان مباشره لزميلي بدر عثمان في مقر نادي الابطال بطل دوري زين الفاتح. بدر تفضل. شكرا لك يا زميلي عبد الله، نتواصل باللقاءات الميدانيه بكل تاكيد من النادي النموذجي نادي الفتح في وسط احتفالات ثقيله، وخير من ينضم معي ايضا من عائله السعود بكل تاكيد نجمين من نجوم الفتح بكل تاكيد، نفخر بكم في المنطقه الشرقيه خالد السعود سمير السعود من ضمن الجهاز الاداري لفريق الفتح. نبدا من الاخبار فيكم اول شيء. تلفنا الحين. لا جدي ترى جدي. نبدا فيك استاذ خالد، نقول لكم مبروك الفوز، اليوم قدمتم بكل تاكيد يعني هدف عالي لمنطقه الاحساء باكوره عمل لمده موسم كامل وهي البطوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اعتقد الاحساء تستاهل ان يكون فيها بطل من يمثلها. اتمنى التوفيق كذلك للاشقاء في نادي هجر، ولكن رب العالمين الله سبحانه وتعالى اكرمنا ببطوله حقيقه غاليه جدا علينا. اليوم شاهدنا يعني لحظه كبيره جماهيريه، كل الاحساء احتفلت وازرت الفتح. صراحه يمكن الالعاب الناريه يمكن الشيء اللي كان اللي كان يعني الدافع الاكبر بالنسبه لنا حقيقه الجمهور الحضر، جمهور استثنائي، بيض الله وجيهم حقيقه، هذا جمهور الحساء، جمهور الفتح، جمهور حقيقه كان سبب كبير بعد الله سبحانه وتعالى اليوم، اعطونا الدافع، اعطوا للشباب في الملعب، ما قصروا الحمد لله رب العالمين. تستاهل يا خالد، الف مبروك. تسلم يا حبيبي. ايضا نتواصل ايضا الجنود المجهولين نقول في نادي الفتح وهو سمير السعود، مبروك ابو عبد الله. الله يبارك فيك. اليوم احتفال كبير، كرنفال كبير، تستاهلون بكل تاكيد هذا الدوري. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، هذه نعمه نشكر الله عليها، وثم اهدي هذا الفوز اول شيء للوالده الغاليه وللعيال ولجميع جماهير نادي الفتح ولجميع اعضاء الشرف، واشكر اخواني اللاعبين، اشكر ايضا الجهاز الفني والاداري العاملين معنا، واشكر الجمهور اللي حقيقه ما قصر، وقف ويانا وقفه صادقه، وهذه اغلى حاجه نقدمها لهم هديه. استاذ سمير الف مبروك. الله يبارك.
ايضا نتواصل مع احد نجوم الفتح اللي فرحوا الجمهور بعودته بكل تاكيد نادي الفتح. بعد اشوف الظاهره الفريان فيكم يعطيك العافيه، مبروكين احمد بعبيد. الله يبارك فيك حبيبي. الجماهير الحلوه اللي حضرت معاكم في الملعب حضرت معاكم ايضا تحتفل هنا. شوف بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ابو صالح ما قصر وقف معنا مبارتين. صالح يستاهل اي والله انا ما قصر، الله يعطيه الف عافيه. واول ثاني شيء ابغى اهدي يعني الفوز ده زوجتي الغاليه اوكي وامي الله يخليها لي ان شاء الله، والاهل واخواني ان شاء الله اللي يدعون لنا وجمهور ذا العزيز وادارتنا الاداره اللي وقفت معنا وجهاز الفني وكابتن فتحي وجهاز الفني. رحت بعودتك احمد؟ والله اكيد اذا واحد رجع عند اهله في بيته الاول فهم اكيد والله بيفرح. فرحتين بالدوري؟ اي الحمد لله ان شاء الله. شو تقول انت يا ابو صالح؟ شو عبر القناه الرياضيه انا اقول حقيقه انا قلت لهم انكم بتاخذون الدوري، وانا احب ابارك حقيقه للشيخ خالد الصويق مؤسس رئيس النادي المهندس عبد العزيز العفالق ونائب السيد العفالق وكل اعضاء الشرف وكل جماهير هذا النادي العريق لهم. وانا اقول لك بكل صراحه انا تحتفل الفتح لانه يستاهل، وصفقه للفتح يا شباب. ايضا حبيبي شويه ايضا نواصل اللقاءات. عبد العزيز الاسمري احد مبارك الاسمري يعطيك العافيه مبارك، قدمت موسم بكل تاكيد موسم جميل وانت ايضا تقدم اكيد موسم رائع. الحمد لله على الحال، الحمد لله الجمهور هذا الحمد لله الحمد لله تعبنا اني ما راح يعني هواء مثور اليوم فزنا وحققنا البطوله وارتحنا الحمد لله. الجمهور حضر معاكم هنا؟ والله احنا ما قصرنا جبنا البطوله عاد يحضرون الحمد لله. قادر نحقق الدوري تبى الصراحه والدور الاول اول كان احساس بالاداء كثير في والله الله يعطيهم العافيه ما قصروا مجهودهم الحمد لله ان حققنا البطوله لهم السنه هذه. كيف؟ والله عاد مكافاه الحين هم من عندهم ما نقدر ما نعرفين الحين بس ان شاء الله. مبارك الاسمري ايضا نحاول ان الاصوات هنا يعطيك العافيه. ايضا احد الجنود المميزين في نادي الفتح ما شاء الله محمد، وانت صحفي ايضا وفي المركز الاعلامي وكذلك فريق احد. مبروك الفوز محمد، مبروك هذا الموسم الجميل. الله يبارك فيك، مبارك لاهل الحسن كلهم وبارك لاداره النادي واعضاء الشرف وجماهير الحقيقه اليوم ما قصروا معانا وقفوا معانا وقفه رجال يعني وبينوا ان يعني هدايد موجود يعني الله لك الحمد. انت يعني انت كنت في الكويت وجاك مولود في الكويت واليوم تحتفل بالدوري، قول لي المين انا غششتك. والله دي والدي ووالدتي وزوجتي الحقيقه اليوم اسر كل اداري في الفتح اداري الفتح ولاعبين هم ساهمين في الانجاز هذا. ولدك تركي صديقي الف مبروك يا حبيبي الله يبارك فيك. بكل تاكيد لمن تواجدوا مع اللقاءات الميدانيه سعود لكم ان شاء الله بمزيد من اللقاءات من نادي الفتح لجماهير الفتح النموذجي. العوده مجددا لزين عبد الله البقير، لك الكلمه عبد الله. شكرا بدر، شكرا لركضك المتواصل في مقر نادي الابطال الفتح النموذجي بطل دوري زي السعودي للمحترفين. عبد الله الشيخي الفتح اللي يعود للذاكرة يتذكر بأنه تخلى عن أحد الأسماء المهمة في النادي في الموسم الماضي أحمد أبو عبيد حينما كان مع الاتحاد، وكان في ذاك الوقت يقال أن أحمد أبو عبيد من نجوم الفريق. من يشاهد الفتح ما بعد أحمد أبو عبيد لم يتأثر كثيرا، المنظومة الفتحاوية بغير فتح الجبال استمرت على ذات العطاء حتى عاد من جديد أحمد أبو عبيد لتمثيل الفتح مرة أخرى. طبعا هذا ما ميز الفريق الفتحاوي وجعله حقيقه بطلا للدوري، بل جعله فريقا حقيقه لا يهاب حتى الفرق اللي اكبر منه خلينا نقول سنا وتاريخا وامكانيات وجماهيريه. يعني هذا العمل المنظم اللي داخل الفتح الحقيقه ربما الشيء الجميل عبد الله انه في لاعبين الحقيقه ربما لفظتهم يعني ربما في كثير من اللاعبين ودون ذكر اسماء موجودين بالفتح لفظتهم الكثير من الانديه، بل هم جاؤوا من انديه كبيره وذهبوا الى انديه اصغر، واليوم هم نجوم في فريق الفتح بل من الركائز الاساسيه في فريق الفريق الفتحاوي. ربما تمت يعني اعاده صياغتهم وصناعتهم من جديد. هذا الحقيقه الدور يعني انا في تصوري انه دور لعب فتح الجبال حقيقه هذا المدرب ذو العقليه العاليه جدا، المدرب اللي يعرف وش
وش يسوي وش يعمل. لذلك انا يعني 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 معجب كثير كثير في هذا المدرب عبد الله. يعني هو خلق فريق منسجم، فريق متناغم، عبد الله. عبد الله عفوا يعني لا يعتمد على نجم بعينه، لا يعتمد على نجم بعينه. عبد الله، انت تشوف اللقطات اللي معروضه على الشاشه الحين من مقر نادي الفتح، ما تلاحظ انه الحضور، الحضور الجماهيري يا عبد الله مو فقط زي الفتح، زي الاتفاق موجود، وشفنا هاجر قبل شويه، في تكاتف شرقاوي حول بطل دوري الفتح، مثل ما قال بدر العثمان في بدايه التقرير من مقر النادي، هو مفخره للشرقيه اليوم. صحيح صحيح. كنا زمان عبد الله يعني قبل كذا سنه كنا نقول يعني واحد من الناس اللي كتبوا انه نادي مثل الشباب، يعني في اداره الامير خالد بن سعد كنا نقول نادي الشباب اكثر الانديه جماهيريه في المملكه العربيه السعوديه، لانه الكل حقيقه كان يعني كان يعني يعني يعشق الفريق الشبابي ويتمنى له كل الخير، والى اليوم طبعا. لكن بحكم انه الفريق الشبابي اصبح منافسا قويا على بطوله الدوري والبطولات الاخرى، واصبح ايضا له صوت قوي في 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 الحركه الرياضيه وحركه كره القدم السعوديه. اليوم هذا الشيء الحقيقه يعني يتجه شرقا الى حيث الاحساء، الى حيث نادي الفتح. الكل اليوم منافس وغير منافس حقيقه راضي اين ذهبت بطوله الدوري واين استقرت. يستحق فريق الفتح هذه البطوله، لانه الجميع الحقيقه نادي الفتح هو نفسه خدم بنفسه الاداره واللاعبين والجمهور والاجهزه الفنيه واعضاء الشرف والكل، الحقيقه كلهم يعني سهروا في 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 عمل واحد، اشتغلوا عمل واحد، اشتغلوا بروح الفريق الواحد، تحقق هذا المنجز اللي يتحقق اليوم للفريق الفتحاوي. ولذلك الكل حقيقة شعر بهذا العمل اللي يقدم في نادي الفتح، وأصبح الجميع الحقيقة مع صحيح. هذا الفريق ومع هذا النادي يتمنون الحقيقة كل خير، يتمنون حقنا من منتصف الدوري حقيقة، هم يتمنون البطولة تذهب للفريق الفتحاوي. ربما هناك حتى في قناعة حتى من الفرق المنافسة للفريق الفتحاوي، إذا لم تذهب لنا لعلها تذهب إلى الفريق الفتحاوي في الوقت اللي لم تتضح فيه الصورة. الجميع اليوم الحقيقة يعني سعيد بهذه البطولة، ربما هذا يتحقق لأول مرة في الدوري السعودي أنه حتى المنافسين أيضا يعني يصفقون اليوم للفريق الفتحاوي ويقولون له ألف 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 مبروك على هذه البطولة. ليش صفقوا الأندية المنافسة؟ أبو تركي هذا السؤال الآن يطرح، يعني ليش الأندية المنافسة مثل ما يقول عبد الله أنه تصفق للفتح على أنه حقق بطولة الدوري؟ لأنه ضيف جديد على الدوري وضيف. أم لأنه أبعطك إياها يعني أنا بقراءتي وإنت عاد تميل لأي صوت، أم لأنه الفريق الذي عمل بكل جهد واقتدار، اختار بشكل صحيح وعمل بشكل صحيح وصبر على مدربه وحقق النتاج؟ لا هو شوف، أنا أتكلم يعني بإنصاف ولا نبالغ، الكلام اللي قلته الحقيقة أنه عمل، وهذا التقييم المنطقي لفرحة الأندية الأخرى. التقييم الآخر برضو أنه مثلا الهلال يرى الفتح ياخذها ولا ياخذها النصر او الاتحاد نفس الشيء، لا ياخذ الاهلي ولا ياخذ فالتنافس بين الاربعه الانديه الاساسيه الكبار لما تروح الفتح اهون عليهم. يعني انا اعتقد ان الهلالي والنصراوي والشبابيين الان محتفلين بالفتح لانه مو نادي المنافسه، الان اصبح منافس. السنوات القادمه حيواجه الفتح منافسه، حيصنف كبير، والكبير الله سبحانه وتعالى اقصد في كره القدم، حيصنف كبير، حيكون تختلف التعامل، حتى الفرحه بفوزه حتختلف. لكن زي ما قال عبد الله سعد الله الشيخ، الان الفتح مو مفخر المنطقه الشرقيه، مفخر الوطن، مفخر رياضه الوطن من خلال الفكر الاداري الذي تحتاجه الرياضه السعوديه فتره حاليه. اليوم انا بكون مع الرابطه. تفضل. مع رابط دوري المحترفين. كفو والله. اليوم لما يحقق الفتح بطوله الدوري وانتم في رابطه الدوري تعملون ل 14 نادي، انتم الوحيدين اللي ما تصنفون مع نادي كبير او نادي صغير بامكانيات، انتم مع 14 نادي، 14 صوت موجود على الدليل اجتماع الرابطه في ضيافه الفتح في الاحساء. وفي الاحساء. جميل. اليوم انتم فرحانين ومبسوطين انه اللي حقق البطل الفتح؟ فرحتنا طبعا. بعيدا عن ميول لانه والله نادي ما عنده راعي، شوف نادي انتم وصلتوه لشيء معين مثلا. والله يا اخي انا فرحان لعدته، والرابط دور محترف مثل الاستاذ محمد النويصل وكل من يعمل صغير وكبير، لانه الفتحاويين متعاونين معنا بشكل كبير، اداره الفتح بشكل والله انا ما اقول مبالغه، ناس تسهل لك العمليه، نطالب منهم شيء شروط معينه، انظمه اعلاميه، انظمه اداريه، تسويقيه، اول من يتجاوب عبد العزيز الافالم. فهذا حقيقه يعني يجعلنا نفرح لانه عملهم صح وتوجوا البطوله، ولا كل الانديه عندنا سلاسل. خليني بذكرك برجال الحسن اللي انت جيت من عندهم امس. زميل بدر عثمان موجود في مقر نادي الفتح بجانبه الاسماء المميزه في الفتح، مؤسس نادي الفتح وكذلك احد ابرز
أعضاء شرف الفتح الداعمين لمسيرة هذا الفريق البطل المتوج اليوم بلقب دوري زين. بدر تفضل. شكرا لك زميلي عبد الله، متواصلين من نادي الفتح باللقاءات، وخير من يقف معي الاستاذ محسن الجبر نادي سابقا وكذلك رئيس هيئة أعضاء الشرف السابق والمحب لنادي الفتح، مبروكين هذا الانتصار. الله يبارك جميع الحقيقة. إحساسكم شعوركم أنتم تتوجون كبطل للدوري السعودي؟ والله نحن قبل أي شيء ونبارك الحقيقة الأمر في تحقيق بطولات رياض المملكة، ونهنئ صاحب سمو أمير المنطقة الشرقية وصاحب سمو محافظ الأحساء وأعضاء الشرف بالنادي، مجلس أعضاء الشرف، إدارة النادي ومحبي النادي ولاعبين وكل من شارك في هذا الإنجاز. أنتم كأعضاء شرف ماذا ستقدمونه لأبنائكم اللاعبين في هذا الإنجاز؟ والله قدموا لكم أغلى شيء، أغلى شيء قدموا لكم هو الدوري. الأمر كان مشترك، هم قدموا وأعضاء شرف ما أعتقد أنهم بخلوا في أي لحظة من لحظات المسيرة، الجميع كان له جهود مشتركة من لاعبين وإداريين وأعضاء شرف وجمهور ومحبين وصحفيين، يعني حتى العاملين بالنادي كل في هذا الموسم كان له دور إيجابي في هذا النجاح، فالشكر للجميع. صار البطولة كم؟ والله أعتقد هذا بيصير اجتماع لأعضاء الشرف وإن شاء الله والبكر الجميع يستاهل، يستاهلون خير. متفق دائم أستاذ عبد المحسن، شكرا. أيضا نتواصل باللقاءات وينضم إلي أيضا الأستاذ خالد الطويق وهو مؤسس نادي الفتح، سعيد بلقائك، مبروكين تحقق الحلم. الله يسعد أيامك وليالي ويسعد جماهير الأحساء كلها، والحمد لله الحلم تحقق والفتح حقق أمال جماهير المنطقة الشرقية بالكامل، سمعت ومحبين النادي وأهل النادي. والحمد لله رب العالمين. الحلم هذا ما تحقق الا بالعمل والجهد من اداره النادي والجهاز الفني واللاعبين وجماهير النادي ومشجعين النادي ورجال وعيال البلد ورجال البلد. قلت لك شو تقول لهذا الشاب الطموح وهو رئيس النادي المهندس عبد العزيز؟ هذا المهندس عبد العزيز خير وبركه، سمعت؟ هذا الرجل اللي واعي ووفى، سمعت؟ وحقق امالي اهل حاسه جميعا، سمعت؟ ولا الشكر الجزيل لا وجميع ادارته وجهازه الفني واللاعبين، سمعت؟ واعلام النادي والاعلام في المملكه كلها. كما أتقدم التحية أول شيء لسمو الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ومحافظ الأحساء الأمير بدر جلوي، لهم من الشكر تقدير على وقوفهم دائما معانا وأهالي الأحساء الله يبارك فيك ويسلمك. وهذا أبو عمر، هذا أبو عمر معانا، ومبروكين يا أبو عمر. طبعا الجمهور كله محتفل معاكم وأكيد يستاهلون هذه الفرحة، كل فوز تحقق حلم طال انتظاره في الأحساء. بكل تأكيد أنت اليوم تقف أمام في رؤية الفاتحة الأستاذ عبد المحسن والأستاذ خالد الصوية. والله طبعا الحمد لله، يعني نحن كان لنا فرصة أن نكمل مسيرتهم، يمكن في هاليوم نتذكر عم إبراهيم رحمة الله عليه، إبراهيم العفالق رئيس النادي اللي بدينا فيه حقيقة المرحلة اللي يعني اللي الحمد لله كانت فيها نقلة كبيرة. الحمد لله ربنا وفقنا وكنا سبب أن نسعد المنطقة وإن شاء الله نحن نسعدهم باستقرار. جاتك شهادة من كبار الفتح، إيش تعني لك؟ والله شهادة اعتز فيها، بس ما كنا سوينا شيء بدونهم. أنتم فرحوا مع الجمهور، تعلون هذه الفرحة. هذه جميلة بكل تأكيد لجماهير نادي الفتح، يستاهلون هذه الفرحة. نروح للاستوديو. كما هو العنوان في الصورة الموجودة على أو في مقر نادي الفتح، أبناء النخيل لا يعرفون المستحيل. عبد الله الشيخي، كلام جميل من مؤسس النادي، من عضو شرف الجبر، من رئيس النادي عبد العزيز العفالق المهندس، كلام من الواضح أنه كلام تكاملي، كلام منظومة. الكل كان يقول بأن فتح الجبال يقود فريق مجموعة وليس فرد، وكأن أعضاء شرف الفتح ورجالهم أيضا مجموعة، أي أن النادي بكامله يسير بقارب واحد لا يصوت لشخص على آخر. بالتأكيد يعني 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 هذا ما قلنا قبل شوي، إنه ميز فريق الفتحاوي، يعني ما يحدث في فريق الفتح ربما لا يحدث في أندية أخرى. في الأندية الأخرى نشاهد الحقيقة كثير من
من من من من الجدال، من الجدليات، من المناقشات، من الاحتدام في الآراء، من الاختلافات يعني. لكن في حالة فريق الفتح في هذا الموسم بالذات لم نسمع حقيقة يعني صوتا يعني نشازا، لم نسمع أحدا تحدث عن النادي وعن الإدارة، عن إدارة النادي تحديدا بأنها إدارة لا تعمل، أو إدارة حقيقة تتفرد بالرأي أو تنفرد برأيها أو تأخذ الأمور وهي التي تتحكم في وهذا ما يعني مصير النادي أو من هذا القبيل. وهذا ما نسمع حقيقة في أندية كثيرة وبالذات أندية قريبة من نادي الفتح، في أندية الشرقية سواء نادي الاتفاق أو نادي القادسية، يعني هذه الأندية حقيقة نسمع كثير من الهرج والمرج في هذا الوضع. لكن بنادي الاتفاق على 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 مستوى النادي من هيئة اعضاء الشرف، إدارة النادي، الأجهزة الفنية، الجميع حقيقة في تناغم عبد الله، مثل ما قلت انا قبل شوي، يعني ناس حقيقة عمل، يعني حقيقة يؤسسون الى عمل، حقيقة عمل مؤسساتي. يعني اتصور الحقيقة انه هناك رئيس مجلس إدارة للشركة، وبالتالي الجميع يعمل تحت هذه الشركة، هناك إدارة تنفيذية ينفذ هذا العمل رئيس النادي، وبالتالي وضعت كل الثقة فيها في رئيس النادي في نهاية الموسم، في عمل، في محاسبة، في اجتماع، وفي في في مناقشة في أمور النادي. اليوم أعتقد أنه المحاسبة كلها والعمل سيتم حقيقة على أنه قبلة على الرأس حقيقة رئيس النادي، وقبلة أخرى على الرأس لمدرب الفريق ومدير الفني للفريق واللاعبين، وأيضا حتى لهيئة أعضاء الشرف التي عملت وسهلت كل هذا العمل الذي تحقق لنادي الفتح. يعني بأمانة يعني عمل يعني 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 الجميع منصهر في 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 عمل تكامل الحقيقة لهذا النادي الذي ولد حقيقة من هذا اليوم، ولد أن يكون كبيرا يعني. وفي الموسم المقبل أتمنى حقيقة أن يكون فعلا في هذا الوضع الموسم المقبل لدى هذا الفريق مشاركة بحجم كبير، مشاركة دوري أبطال آسيا. أتمنى أن تكون هذه الأسماء الجميلة وبالذات اللاعبين غير السعوديين الحقيقة ان 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 يعني يعني يحتفظ بهم هذا النادي، وان تكون مثل ما قلت قبل شوي ان يكون هناك راعي الحقيقه يرعى هذا النادي في المستقبل. ابو تركي، فرحه الفتح يعني شوف احنا بالبرنامج مغطين كل شيء، يعني متمنين انه والله عندنا التقرير موجود لكل المباريات ولكل نادي اليوم ولكل دوري زين، بما انه السعودي الرياضي ناقل رسمي لدوري زين السعودي للمحترفين وحصري. لكن فرحه الفتح فرحه مختلفه، يعني شوف اللقطات على الصغير والكبير، مؤسس النادي، رجالات النادي، الفتح اليوم هو يحقق هذا الإنجاز يرسم كل ملامحه ويظهرها للإعلام، جماهيره تظهر، محبته تظهر، رجالاته تظهر، داعمين يظهرون، وبالتالي الإنجاز يصنع كل شيء. والله حقيقة شوف ما هي مجاملة، ولا أنا عشان في الاستديو داخل قناة الرياضية، عملكم برضو جبار وجميل، تغطيتكم صار الكاميرات مستمرة من الظهر من العصر وهي موجودة في الحساء تغطية هذا الحدث الجميل. يعني بكرة كيف تكون ردة فعل الفتحاويين لما يشوفوا القناة هذه، قناة الوطن، تساهم في نقل مشاعرهم وفرحتهم للجميع؟ تصور تعاملكم مع نادي كبير، الأندية الكبيرة، أنا أعرف، أنا عملت في القناة الرياضية، لو يخطئ مخرج في عادة هدف أو فاول أو كذا أسقط كل شيء واختزلت كل العمل الجبار تقوم بالقناة الرياضية من نقل مباريات دوري زين وركة في خطأ بسيط. هذا الشخص أبو تركي، هذا الشخص أحمد الراشد. الله، أحمد الراشد حقيقة من الأسماء الإدارية الجميلة، الحماس وعمل وقريب من الجهاز الفني في كل مباراة، وتصريحه كانت جميلة وداعمة للفريق وللاعب الفتح. والله أشوف يعني علاقتي فيه الفترة الأخيرة بالذات قوية، يعني أسمع من أكثر ما أنا ما شاء الله مع الحسا كله ما شاء الله لعبتي اللهم لا حسن لا والله حقيقة في يومين بس حقيقة جلست معهم بالذات الشخص هذا اللي يعني فعلا فاهم ذكي، وبعدين تحس أنه تتكلم معه الرجل يعني يريد أن يستفيد، ما أقول والله أنا متعلم وأنا فهمت وأنا قدت الفريق كمدير كرة أو مشرف لبطولة الدوري، لا الرجل يبغى يعمل، يسمع من هذا، وهذا الناس اللي يعني عنده الآن مختفية. هذه الصورة كنت متوقع أن تشاهدها في جولة من الجولات من بداية الدوري والفتح في جولتين أو ثلاثة يصل للمراتب المتقدمة، إنما ممكن ترى صورة الفتح في ملعبه يتوج بطل للدوري ويحتفل بهذا الشكل. والله أنا شوف كنت أتوقع، يعني ما هو مي فراسة، يعني كل رياضي منصف يشوف الفتح وطريقة وثباته وصل مستوى معين، ما هبط مستوى مثل بقية الفرق، لكننا نتوقع التتويج. جاتنا الصورة الجميلة، العرضة تشوفها في داخل الملعب، أنا أعتقد إنه الإحساء
اكثر الان اكثر الجماهير الرياضيه فرحه هم جماهير الاحساء الان، لان فريقهم توج قبل 5 سنوات او 6 سنوات كان بالدرجه الاولى، كان يخسر بخمسه بست اهداف، وفجاه مو فجاه بعمل بتخطيط يصير بطل دوري زين. الكبار والكلام والكلام الانشائي والشعارات اختفت امام واقع وامام فكر وامام عمل، ويستاهلون الاحتفاليه، الاحسن ما راح تنام الليله. وخليه يحرك، خليه يحرك الانديه الثانيه انه يفوز الفتح. بقينا احنا عندنا انديه ما وصلت الدوري. صدق لو غير الفتح كان في تشكيك الحكم، لكن عشان الفتح فلذلك الامور يعني، بس المفترض المنافسين الان للفتح يستفيدوا من عملهم، سواء في اللاعبين الاجانب او عمل الاستقرار التدريبي. ما نبغى نكرر الكلام لحد كرر ايام قادمه، لكن ان شاء الله تستفيد الانديه السعوديه. انا ما راح اكرر اي شيء، لكن بس جملتين. الفتح بطل الدوري، دي بعيدها عليكم كل شوي، تحملوها هذه اليوم. لا بالعكس، لانه اليوم هو فعلا بطل الدوري ويستحق انه يكرر هذه العباره مرارا وتكرارا في هذه الحلقه. عبد الله، الفتح وهو يسير الى البطوله لم يسير فقط انه والله ظل مركز اول، قدم ايضا اسماء للمنتخب السعودي لتشكيله الاخضر في اخر مواجهاته، ربيع السفياني، حمدان الحمداني، مقهوي، ايضا قدم حارس الكل اجمع على انه سيكون له اسم، عبد الله العويشيري اللي كان غائب اليوم بتواجد محمد الشريفي، لكنها اسماء ايضا قدمها الفتح خدمه للمنتخب السعودي. لا، والقادم انا اعتقد حتى الموسم المقبل عبد الله ربما تكون هناك في اسماء يعني اكثر. انا اعتقد وصول الفتح الى هذه المرحله وهذه المحطه وفوزه ببطوله الدوري، الان الاعين كلها ستكون منصبه على الفتح، رجالات الاحساء هذا ما اتوقع الحقيقه سيكونوا كلهم الحقيقه دعما لهذا الفريق ويسيرون خلفه ومن امامه، رجالات الشرقيه المنطقه الشرقيه، رجال الاعمال، رجال المال، كل هؤلاء اعتقد الرعاه في تصور انهم سيتسابقون ايضا على رعايه هذا النادي، هذا كله سيخلق الحقيقه فريق منافس قوي ايضا في الموسم المقبل، لا سيما انه امامه ايضا بطوله دوري ابطال اسيا، لا يريد الفريق ان يتراجع الى 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 مراكز الوسط في الموسم المقبل، دائما الفرق البطله تتمنى ان تكون دائما بطله، وطالما الفتح حقق هذه البطوله بطوله الدوري وهي بطوله النفس الطويل جدا الحقيقه، انا اعتقد انه 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 يعني 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 حريم بهذا الفريق ان يعمل وتعمل الناس اللي ما عملت معه هذا الموسم ان تعمل خلفه في الموسم المقبل لدعمه ولتحفيزه ايضا بالشكل المطلوب اللي يستحقه هذا الفريق، ليخلق لنا ايضا نجوما اخرى مثل ما يعني تعمل الانديه الاخرى واستقطابات نجوم من داخل المملكه او من داخل من الفرق الانديه الاخرى من اللاعبين البارزين. انا اتصور ان الفتح سيسير في هذا الاتجاه وهو ايضا يعني يستحق كبطل للدوري. اليوم صار ايضا مطمع ايضا مثل ما هي الانديه الكبيره الاخرى الاربعه والخمسه مطمع للاعبين، اليوم الفتح اصبح مطمعا لكثير من اللاعبين الذين اذا انتقلوا من انديتهم الكبيره فهم ينتقلون الى 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 الى, إلى ناد كبير. يعني بالتاكيد عبد الله اذا هذا الموسم او هذه السنه في منتخبنا فيه اربعه لاعبين هم من 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 ابرز نجوم الدوري وهم من الفتح، فتصور حقيقه ان العدد ربما يزيد في الموسم المقبل بلا شك. بتركي حقيقه بس بشيل نقطه معينه، يعني تكلمت على القناه الرياضيه ومن مجامله اثناء المباراه ونتيجه 1-0 صار بالاستاذ عبد الله العظيبي اللي هو كبير المراسلين من الاحساء، قال حقيقه تعرف الانظمه الان التغطيه الاعلاميه في انظمه لاعبين اثنين بعد المباراه والى اخره، اشياء احنا نفرضها يعني عملا كرابطه دول محترفين. فقال استاذ عبد الله حقيقه اقتراحه كان جميل جدا جدا انه طالما الفتح يعني لاول مره يفوز بدوري لابد يكون في مرونه والانظمه هذه ناجلها المباريات اللي بعدها. اتصد حقيقه من الاستاذ محمد النويصر رئيس الرابطه يعني بدايه كلامي وافق، قال الموضوع استثنائي ما في انظمه، ان شاء الله لاعبين 13 لاعبين لان هذا اقل شيء نقدمه للفتح، هذه المبادره من القناه الرياضيه وليست مني انا شخصيا او من الرابطه، لكنكم تستحقون الشكر عليها. لا بالعكس، لانه في مثل هذه اللحظات يتوقف النظام من اجل تتويج فريق في ارض ملعب، وهذا بلا شك، وقالها عبد الله على الهواء وقدم شكر للرابطه. لا هذا اقل شيء، وعبد الله ترى من الناس المهنيين بشكل كبير ما يخطو خطوه الا ماخذ فيها. لا وتاكد ان احنا نعمل هدف واحد، جميل هالتناغم بيننا وبين القناه الرياضيه، الاستاذ غانم القحطاني على تواصل معنا، الدكتور محمد بريان، كل مجموعه تعمل القناه الرياضيه كلها المصلحه واحده، احنا نعمل لهدف واحد، واليوم نحتفل بالفتح القناه الرياضيه والرابطه. انت تدري من بدايه الموسم احنا ما طلعنا في برنامج ملعب 11:30 مع اي مباراه، اليوم الاستثنائي الوحيد طلعنا في 11:30 تستاهلون، تركنا الاستديو التحليلي شغال مع الافراح الفتحاويه في ارض الملعب وطلعنا اليوم بنطلع وبتركي من اخرك على بتركي لا لا بس واحدة. اللي بقول انا اتمنى من الاعلام انصاف القناه الرياضيه، والله مو مجامله يا جماعه، انا اطلع في كذا قناه يعني ماني بحاجه اجامل احد، انصاف القناه الرياضيه لو كانت قناه غير سعوديه شوف الاشادات
والله تغطي. يجب ان نقف مع الشباب موجود قناه الرياضيه. اعمل وخذ خذ من الناس كل ما يقولون. لا انا احس من احس قناه الرياضيه تحت المجهر بشكل كانها قناه وطن يا جماعه. العالم الشباب تشتغل تغطيه مباريات دوري زين ودوري ركات يعني جهد خرافي، مصورين عربات نقل، اضافه للبرامج الحواريه، في عمل يقدم بلا شك. اقول لك احنا بتركي نعمل جميل. ان كان من شكر فهو شيء يسعدنا ويشرفنا، وكان من نقد فهو داعم ومحفز لتقديم المزيد من أجل أن يأتي الشكر اللي قلناه قبل. هذا صحيح. تستاهلون تستاهلون. الزملاء إذا كان إذا كان إذا في انتقال للزميل بدر العثمان ولا عبد العزيز، طيب بتحول بدر العثمان بعد شوية إذا كان في أحد الأسماء اللي وجدت في أرضية ملعب الفتح. أبو تركي نفس الحديث اللي ذكرته مع عبد الله الشيخي، الفتح اليوم مو فقط وصل وحقق إنجازه، الفتح أيضا قدم للكرة السعودية أسماء أسماء مميزة، حمدان، عبد الله العويشي، ربيع السفياني، المقهوي، أسماء يعني الفتح يقدمها كهدية للكرة السعودية للمنتخب السعودي في ظل ما المنتخب السعودي يبحث عن نقلة في الأسماء والتجديد. هو عبد الله سيد عبد الله الشيخ يتطرق الموضوع مهم، إنه بيئة الفتح يعني حقيقة بيئة جميلة، بيئة صالحة للعمل وجذابة، لاعبين استغنت عنهم بعض الأندية لظروف معينة ولكن وجدوا أنفسهم في الفتح والآن توجوا لأول مرة في بطولات بعضهم، فلذلك الآن الفتح يعني يملك البيئة يملك الأرضية. لكن نصيحتي في عز الفرحة أنه الفتح يحتاج إلى قاعدة، الوصول للقمة سهل أو صعب ولكن المحافظة أصعب، محافظة على القمة صعب، لذلك يجب أن يهتم الفتح بالقاعدة. الموسم القادم حيكون ند لكل الفرق، الكل 13 فريق موجود دوري زين، الفتح الفوز على الفتح بطولة، فلذلك لازم يعمل ألف حساب للفريق أنه يكون في قاعدة بديل، لأنه اللي يعرف أنه الفئات السنية الاهتمام ضعيف جدا، ولكن معذورين طالما الفريق الأول حقق بطولة الدوري يعني مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. فتح الجبال هو قائد وصانع وبطل ومدير الجهاز الفني وقائد الكتيبة الفتحاوية في هذا الإنجاز المهم للفتح. مدرب انا عرفته عن قرب، تقول عاد اعرفه من الحال، عرفته عن قرب حقيقه في اكثر حوار تلفزيوني، رجل حقيقه مهذب ذكي عنده قدره على الوصول لنفسيه اللاعب بشكل ما تتصور. اللاعب ما عاد ابو تركي اكثر من هالاقناع انه ما عاد نبغى عيون وشعر واشقر وخضر، لا لا خلاص ترى الفكر موجود سواء عربي او اجنبي، الفكر موجود هو فكر فني صحيح. يعني ثقوا في مدربينا ثقوا في العرب ترى والله يحققون انجازات. هو حققها الان، هو العمل تكامل. الفتح الجبل لما لقى العمل فيه فيه يعني تناغم، فيه منظومه عمل متكامله، اداره واعيه، شرفيين يدعمون، لاعبين ايضا ينفذون داخل الملعب، لاعبين اجانب يصنعوا الفارق، فهي يعني من الصعب ومن الخطوره ومن الظلم انك تربط الفوز بلاعب او اداري او مدرب، هي مجموعه الفتح المتكامله هي من حققت هذا الانجاز. أحمد الراشد من الأسماء المميزة في الجهاز الإداري والمشرف على الفريق كرة القدم بنادي الفتح، وأحد الأسماء التي صنعت هذا الإنجاز للفتح كبطل لدوري زي السعودي للمحترفين، يقف بجانب زميلي بدر رافع هناك في أرضية الميدان. أبو رافع لك الحديث تفضل. وسط هذه الاحتفالات من نادي الفتح، احتفالات كبيرة بعد تحقيق نادي الفتح لدوري زين السعودي، أحمد الراشد واحد المكاسب من خلال هذا الموسم في الرياضية السعودية، المشرف العام على كرة القدم. مرحبا بك أبو راشد، يعني أجواء لا تحتاج إلى تعليق وأنت أحد المعاريس في هذه الليلة الحلوة. يا رب الحقيقة يعني شعور لا يوصف، فرحة كبيرة، قمة السعادة أنك لما تعمل 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 الحمد لله توصل للنتيجة، وقمة الفرحة انك لما تشوف هذا الجمهور كله اللي حضر اليوم واللي موجود الان في الملعب هنا فرحان، هذا قمة سعادتنا. الله ان في سر غير الاستقرار الفني اللي دائما يتكلمون عنه النقاد والمحللين، لكن هناك سر، هناك عمل اكيد خلال هذا الموسم. والله الروح الجماعية الحمد لله اللي انا واخواني اللي وجدت كرة القدم تحديدا، يعني كلنا نلم على قلب واحد وكلنا في تخصصه، كل واحد يشيل الثاني، ونفس الشيء لاعبينا كل ثاني واحد مع الجماعة، عندنا لغة نحن، والحمد لله الإنجاز هذا سجل باسم الجميع، باسم حتى الجماهير هذه، لأن حضور الجمهور ودعم لك في المدرجات بالذات الموسم الأمانة في مباريات يعني بعد الله سبحانه وتعالى، ثم الجمهور هذا هم اللي حسم المباريات. نتكلم عن الأمور المالية، يتحدثون عن
20 مليون او 19 مليون فقط هي ميزانيه نادي الفتح في هذا الموسم. هي اذا ما قارناها في تحقيق الدوري يعتبر مبلغ بسيط جدا. بكل تاكيد لما تقارن مع الانديه طبعا اللي تملك الاموال، تملك الرعاه، تملك الشركات الكبيره الراعيه، اكيد انها ما تقارن، امكانيات محدوده. الامانه هو يمكن ما هو مهر بطوله، لكن الحمد لله عزيمه الرجال والاصرار على تحقيق شيء جديد، شيء مميز، هذا اللي خلانا، بالاضافه طبعا الاستقرار الفني، يعني ما هو بس روح وعزيمه، في تكتيك، في عمل اداري، في عمل فني طوال مواسم كثيره ما هو موسم واحد. الحمد لله رسمنا اهداف على اجزاء هذا الموسم. الامانه ما كان هدفنا الدوري لا نملك مهره، لكن تدريجيا الحمد لله ملكنا رجال يعني بيضوها الحقيقه. بعد المباراه قاعد ادورك ما شفتك. والله مع الجمهور، الامانه مع الجمهور. ابو هشش اليوم، والله ابو هشش واخوان اللاعبين كلهم رجال، ما يحتاج يعني عاد يبي لنا ظهر منسف. ها قايل على الهواء من ساعه اذا ما اعطانا منسف عاد بنخصم عليهم. ابو هشش مستمر مع الفريق؟ والله ابو هشش نجم كبير، لا ما نقولها بوجه النجم ومكسب لاي نادي سامعني. ان شاء الله انه يعني في النهايه طبعا يعني امور فنيه وامور تعرف، واعتقد ان شادي يعرف الامور هذه كلها. لما ابدا الشفافيه دائما موجوده في نادي الفتح، ارجع وش وجهه نجم كبير مطلب لاي نادي، لكن تعرف كل نادي يمكن يكون عنده والله تغيرات في الامور التكتيكيه، لكن اعتقد شادي اذا بقى حيكون اضافه للفريق، وإذا ما بقى عاد لكن وجودك اسمعني. أصعب مباراة في هذا الموسم متى كانت؟ اليوم صراحة اليوم، لأنه كانت أهم مباراة وكان أهمنا نروح هذا الجمهور الكبير مبسوط. كانت بصراحة مباراة فنيا ونتيجة كنا كثير كويسين الحمد لله، كان تحفيز من الإدارة من الجهاز الفني، تحفيز هاي المباراة إنه لازم نتوج على الأرض ما بين جمهورنا. علي ابو عمر ما كان يتوقع ان الفتح بعد اربع مواسم في دوري زين انه يحقق هذا الانجاز الكبير. اتوقع واني لقاء صدى الملاعب الموسم اللي فات وقلت الفتح السنه راح ينافس، لانه مبين الامور ان شاء الله، ومن سنه لسنه كانوا افضل، والسنه الجاي راح يكونوا رقم صعب برضو باسيا. وهذا هدف وصل. تعال هنا بس، تعال هات الكاميرا بس. ابو سعد العافيه. ابو سعد الله يعافيكم. كيف تكمل معك اللقاء؟ نزلت الدمع على الحين؟ لا ما عاد خلاص. استاهلون يا ابو سعد، كيف الفرحه اليوم شايف؟ اللهم لك الحمد والشكر، والله يستاهلون. يعني رسمتوا الفرحه على وجهي على الجماهير دي؟ هذول يستاهلون قبله على جبينهم، بيض الله وجيههم، بيض الله وجيههم، مبروك يا ماما. خلاص بتريا الحين؟ ما في حزم؟ لا بالعكس بزيد بزيد، بعد هالتجربه الجميله بزيد اكيد. طيب نخليك مع العرض. يعطيك العافيه. تسلم. شكرا جزيلا، يعطيكم العافيه. شكرا للجميع، شكرا لهذه الجماهير. نتحول مباشره للاستوديو التحليلي، ومن ثم ان شاء الله نستكمل تغطيتنا المباشره لافراح الفتح بعد تحقيق هذا الدوري. شكرا لك بدر، بس يبغى لك تحديث، احنا برنامج الملعب، بدر لا زال متعلق بالاستوديو التحليلي مع الافراح. لا تلوم تعب من العصر وموجود. اي والله بدر اليوم تعبناه. عبد الله الشيخي، الحديث ايضا عن الفتح وما صنع بحديث أحمد الراشد بالأسماء المميزة التي قدمها أيضا من الأجانب بحسن الاختيار، لكن السؤال عن ميزانية الفتح اللي ذكرها أحمد الراشد من 19 إلى 25 مليون، هذا الحديث ما يضع حرج كبير على الأندية الكبيرة اللي يضخ لها مئات الملايين من الرعاة وبالتالي لا تستطيع أن تصل لما وصل إليه الفتح، لكنه وصل بميزانية قد تكون نصف أو ربع ميزانية الأندية الكبيرة؟ نعم صحيح، لكن يمكن احنا تابعنا حتى في حديث الاستاذ احمد الراشد الواقعيه التامه الحقيقه في الحديث، حتى وهم ياخذون بطوله الدوري. صحيح يعني عجبتني كلمه حنا ما كان هدفنا بطوله الدوري. طبعا هم طموحهم بطوله الدوري، لكن يعني بالخطاب الاعلامي مهرها، وهو تحدث عن المهر انه احنا بالتاكيد احنا ما نملك بطوله يعني المهر بطوله الدوري، وهذا صحيح. 15 الى 19 الى 20 الى 25 الى 30 الى 40 مليون ليست مهر للدوري ابدا، هناك انديه تصرف 120 و 150 مليون، وهي انديه طبعا بتصرف هذه المبالغ، وهذا موجود على ارض الواقع كانديه كبيره، ومع ذلك لم يتحقق لها هذه البطوله.
العمل على 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 مستوى الفريق الكامل او العمل التكاملي هو يحقق المنجزات حقيقه، والمنجزات الكبيره او المشاريع الكبيره والضخمه والاهداف الكبيره تتحقق حقيقه من الطموح ومن الرغبه ومن الاصرار على 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 تحقيق هذه الاهداف. هذا ما تحقق حقيقه للفريق الفتحاوي. الاسماء كانت اليوم الاسماء موجوده كاسماء محليه او كاسماء ايضا يعني كلاعبين اجانب او غير سعوديين. الاسماء حقيقه ربما تفرق يعني فرقت كثير الاسماء غير السعوديه في فريق الفتح. هناك اسماء في فريق الفتح مثل إلتون و و و و و و دوريس الحقيقه يعني هذين الاسمين بالذات يعني ربما يكون يفوق مستواهم مستويات يعني لاعبين كبار موجوده كاسماء في انديه كبيره الحقيقه من الانديه الكبيره المعروفه. لذلك يعني العمل في الفريق الفتحاوي ربما حقيقه، وهذا كلام يجب ان نكون حقيقه يعني موضوعيين حينما نتحدث. احنا باركنا الفريق الفتحاوي، قلنا الف مبروك ويستاهلوا، عملهم منظم، عملهم تكاملي، عملهم حقيقه عمل نموذجي في هذا النادي. لكن ايضا في ظروف ايضا ساعدت الفريق الفتحاوي في هذا الموسم، منها حقيقه مشاركات انديه في دوريات خارجيه، حتى هم ايضا شاركوا ولكن خرجوا من الادوار الاولى للبطوله العربيه. لكن يعني 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 الانديه يعني حقيقه كانت منشغله ببطولات اخرى، يعني الانديه الكبيره يعني لما اتكلم عن الاهلي والهلال والاتحاد والشباب والاتفاق، يعني هذه الانديه ايضا كانت عندها بطولات اخرى، وهذا ايضا لا يقلل كما قلت سابقا من 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 احقيه الفريق الفتحاوي. جميل. ببطوله الدوري، ولكن يعني الظروف حقيقه ساعدت الفريق الفتحاوي في هذا الموسم، وربما لا تساعد في مواسم مقبله اذا لم حقيقه، واتفق مع اخوي ابو تركي، اذا لم يعني يبدا الفريق الان او اداره النادي من الان في حقيقه يعني رص مجموعه. جميل. كبيره من اللاعبين على دكه البدلاء، لانه 13 و14 لاعب ما راح يوفوا معك على موسم كامل، وانت تتمنى او ترغب في بطوله دوري او بطولات مختلفه او مشاركه في دوري ابطال اسيا. خليني اذكر بنتائج ايضا بقيه المباريات في الجوله الرابعه والعشرين. اليوم الفتح اخذنا من جميع التقارير اللي رصدت لبقيه المباريات. اليوم الفيصلي والهلال هناك في المجمع، كسب الهلال نتيجه هدف مقابل شيء. الشباب كسب الاتفاق في الرياض 3 أهداف مقابل هدف، والاتحاد في الشرائع كسب نجران بهدفين مقابل لا شيء. اضافه جديده ابو تركي؟ والله حقيقه انا لفت نظري احمد الراشد ويتكلم، يعني تكلمنا عن تكامل العمل والعمل الاعلامي ايضا حتى الحضور الاعلامي. احمد الراشد لما سالوه عن شادي بوهش في عز الفرح وجنب اللاعب، يعني كان بالامكان تقدير او من باب الفرح والله مستمر معنا ويستاهل، لا قال هذه امور فنيه. في الوقت اللي قبل 6 شهور سئل شرفي هلالي بعد مباراه معينه عن لاعب مميز في الفريق، قالوا انه جاء عروض انتقال، قال مستحيل. لو اجاب وقال والله هذه الاجهزه الفنيه، كما مثل ما قال احمد الراشد، قال هذه امور فنيه تخضع جهاز تدريبي، ما وضع نفسه في حرج. فبرضه الحضور الاعلامي له دور، يعني احمد الراشد تكلم بعقلانيه، قال والله جهاز تدريبي هو يحدد بقاء واستمراريه اللاعب، بعكس من يتحدث احيانا عن فريقه بعاطفه وبحماس تثير الجماهير وتجعلهم في موقف لا يحسدون عليه عندما يذهب لاعب او نجم. وش يعطيك من مدلول هذا في الفتح؟ يعطيني مدلول انه اعطي القوس الباريه انه اداره الفتح الامور الفنيه معطينها الجهاز التدريبي، الجهاز الفني بقياده فتح الجبال ومن حوله كمدير كره والى اخره. ايضا مفترض في الانديه الاخرى انه الامور الفنيه دائما ارددها، الامور الفنيه يا جماعه للمسؤولين عنها، للمختصين، للخبراء، يعني لا يدخل اداري، يعني مثلا اللاعب لا يتدخل في قضيه استثماريه، المدرب لا يتدخل في امور اداريه. جميل. انا اعطي الادوار لاهلها. خلينا نتحول لارضيه ملعب الفتح من جديد، زميلي ناصر الهاجري واحد الاسماء المميزه حسين القهوي ومحمد شريفي في قائمه الفتح. ناصر تفضل. اسمك 1 2 3 1. تفضل يا ناصر. جاي ما زلنا متواصلين باخذ افراح نادي الفتح بطل الدوري 2013. محمد شريفي حارس الفتح، طبعا نقول لكم الف مبروك تحقيقكم لقب الدوري زين في مسماه الاخير هذا الموسم. الحمد لله، نقول الحمد لله توفيق الله سبحانه وتعالى، ونقول الف الف مبروك لمنطقه الاحساء واهلها والاداره ولعيبه ومدربين كلهم اجتهدوا في الشيء هذا، كل اجتهادنا الحمد لله الله وفقنا وجبنا البطوله. يعني كنتم متوقعين الصراحه انكم تحققون الدوري هذا الموسم؟ اكيد الحمد لله، يعني مشينا نقول مشينا الحمد لله، مشينا من البدايه كانت امور كويسه، مشينا كل ما مشينا يقرب الشيء لين الله وفقنا وجبنا اليوم قمه الدوري ان شاء الله، وباقي مباراتين بنجيبها ان شاء الله. ايش رايك بالجماهير اللي يعني كانت معكم مباراه اليوم او من بدايه الدوري هذا الموسم؟ نقول الحمد لله، يعني ما قصروا اهل الفتح اهل الحسا، وكفوا وفوا ان شاء الله، وقولوا ان شاء الله نعودهم ان شاء الله مزيد اكثر كذا ان شاء الله.
يعطيك العافيه الله يسلمك شكرا. انا كابتن حسام قهوي طبعا لعب مجلس نادي الفتح فيك رضا سعيد نقول لكم الف مبروك تحقيقكم لقب الدوري هالموسم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على هذا الحال توجنا اليوم قدام فريق كبير فريق الاهلي صراحه ما يستاهل فيه مباراه ما قصروا الجمهور كلها اليوم واقفه معانا بالذات الحسا يمكن بشكل عام الحمد لله انا اشكرهم فرد اللي جو هنا وما قصروا ويانا وساندونا من بدايه الدوري لنهايه الدوري. يعني المفروض انك تكون فرحان الحين تواجه انك زعلان. لا ماني زعلان بالعكس فرحان ومبسوط معاهم والله بالعكس لا ماني زعلان الله يبارك فيك والله. لك مجددا زميلي عبد الله تفضل. شكرا لك ناصر شكرا ايضا لضيوفي الكرام هنا في الرياض الاعلامي الرياضي احمد المصيبيح ابو تركي شكرا لك. شكرا لكم شكرا للقناه الرياضيه بشكل عام على التغطيه الجميله شكرا لكل من خلف الكواليس شكرا لزميلي واستاذ رفيق دربي عبد الله الشيخي. عبد الله الشيخي الاعلامي الرياضي من هناك من جده ايضا ضيفي الاخر شكرا لك عبد الله. شكرا اخوي عبد الله وشكرا للقناه الرياضيه الحقيقه وفعلا انا اتفق مع اخوي الاستاذ احمد قدمت اليوم عمل مميز احنا لو انتقدنا او تكلمنا او حقيقه يعني صدنا شيء عليكم ترى من محبه اخوي عبد الله يعني ليس موجوده يا حبيبي الا محبه لهذه القناه بالتاكيد احنا دائما معكم نفرح حقيقه حينما يعني يكون في عمل مميز وانتم حقيقه العمل المميز اتمنى لكم كل التوفيق شكرا حقيقه شكرا عبد الله لمن صاحبته في هذه الحلقه الجميله اخوي الحبيب الاستاذ احمد المسيبي شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام دائما عودناكم على السعوديه الرياضيه بان نكون في قلب الحادثه اليوم توج الفتح بطل للدوري شكرا لكافه الاسماء اليوم خليه عمل في السعوديه الرياضيه من اجل بطل الدوري الفتح شكرا للدكتور محمد بريان لتمديد برنامج الملعب وكذلك الاستوديو التحليلي تغطيه كل افراح الفتح شكرا للزميل غانم القحطاني بدر فرهود شكرا لطاقم الاعداد هنا في السعوديه الرياضيه من عملوا واظهروا هذا العمل بدايه من رئيس التحرير عبد العزيز الناجي صالح المرشد معاذ الحميدي ايضا فهد الغامدي عبد الله الجمهور برجس القحطاني سعيد ال صالح ايضا مخرجنا علي المالكي شكرا للفتح من قدم درسا كرويا جميلا حتى اصبح بطلا لدوري زين يا عسى هم يا عسى يشرقون بكل مساء كل موقف لا ترجع
شاب كل منهم صار وجال ما شكا وجهد وتعب ما شكا وجهد وتعب لعب وفنون وطرب خصمهم شاف العجب كل منهم صار وجال ما شكا وجهد وتعب ما شكا وجهد وتعب فريق حمدان الحمدان بارك الله ان شاء الله شوف ما دام ان شاء الله ان شاء الله هذا الامتياز الحقيقي طابت ان شاء الله عاد السنه الجايه ان شاء الله ان شاء الله يحييك ان شاء الله والفن اكيد وله مجال واهل الحسا دايم هلا واهل الحسا دايم هلا المال ما هو مشكله يحتاج فكري شغله والفن اكيد وله مجال واهل الحسا دايم هلا